أهلا بكم. بالطبع هذا يوم تاريخي، وهو اليوم الأفضل والأكثر أهمية، ليس على مستوى الناس الحلوة ولا مستوى الإعلام الطبي، ولكن على مستوى كل الإعلام العربي. في رأيي أنه حوار شديد الأهمية، شديد الإبداع والخصوصية، أولا لأن ضيفي هو عالم كبير، عالم قدير، أستاذ الأساتذة وأسطورة حية للأمراض الباطنية على مستوى العالم، ليس على مستوى العالم العربي فقط ولكن على مستوى العالم. أيضا الموضوع الذي سنتحدث فيه اليوم موضوع، يعني عندما تستمعون لعنواني هو موضوع مثير للغاية. نحن سنتحدث عن الكبد والفشل الكبدي، وهذه قضية قومية شديدة الأهمية نظرا لخصوصية هذه المجموعة المرضية التي قد تعيق مريضها عن أداء حياته بطريقة طبيعية. من هنا الأهمية. ضيفي العزيز هو طبعا كما أقول دائما عالم كبير، علمنا الكثير، وتستمع له، تستمع في الطب كما لو كنت طالب طب، وتفهم كل شيء كما لو كنت بالفعل درست الطب، فما بالك أساسا بطلبة الطب ودكاترة الامتياز وأطباء الشباب والأساتذة كلهم تلاميذه. فخر كبير لنا وفخر للإعلام العربي أن يقبل هذه الضيافة وأن يعني ينير علينا بهذا العلم الغزير الهام جدا جدا، أستاذنا الأسطورة الحية الأستاذ الدكتور حسام موافي. قضية قومية، رقم مفزن، متعب شوية، صبر، هينقذك، هينقذ حياتك. أكثر الناس غرور الأطباء فينسى جبر الخاطر. اللي بيغلي كشفه يا أيمن ده غرور. كل من فقد ثقته في الطب هيجدها في كلامك. الضغط البرنسبل فيه الاولى ترايل اند ايرور. العالم كل المحاولة والخطأ. السكر له خطورة ايضا في الضغط؟ لا علاقة بين السكر والضغط. تلاقي الفلاح المصري هيموجلوبينه 7 ومش زي الفل. ربنا سبحانه وتعالى عمل ناس سعادتها في انها تخدم الناس. التفتخ ده بيحصل فيه غلطه، هي البارير الوحيد اللي هتخلي عندها يعيش. اوعى تقول لعيان في اول لحظه دي حاله نفسيه، كشفك في هذه الحاله علاج. رجاء من الساده الصيادله مالهمش دعوه بالضغط خالص خالص. الأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا سابقا، مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني، رائد طب الأمراض الباطنية في مصر والوطن العربي. أستاذنا العزيز يعني هذا نور كبير. لا أهلا بك يا والله، بس أنت بتزود ده أقل، والله ده أقل من مقامك ومن قلبي، والناس عندها الذكاء لكي تعلم هل ما أقوله من قلبي أم شيء. هذا فضل الله أولا وأخيرا، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، وشرف كبير لنا هذه الزيارة الكبيرة جدا. ألف شكر. وأنا بتكلم قبل أن ندخل في الكبد، حضرتك يعني من تعلمنا منه البطنة، وكثير من العالم لا يعرفون ما هي البطنة، يعني يجهلون هذه المادة العلمية الكبيرة جدا، ويرتبك المشهد عندهم عندما نتحدث في حلقة عن مثلا أمراض الشرايين التاجية أو القلب والضغط، ثم ننتقل إلى الكبد، يتهيأ للناس أن ده تخصص غير ده. فحتة التخصص دي يعني عايزين نفهمها للمشاهدين ونفهمها لطلبة الطب عشان يبقوا فاهمين ما هو التخصص وما هو تخصص داخل التخصص. دي حاجة مهمة جدا. طبعا دي مهمة جدا جدا. في الأول أنا بتغاظ جدا، بتغاظ، ضغطي بيعلى، يعني لما ألاقي واحد عامل يافطته كاتب أستاذ مثلا أو أخصائي الأمراض الباطنية، ده مش عارف إيه الحكاية خالص. البطنة مختلفة تماما عن كلمة باطنية. باطنية يعني بطن. الباطنة غير الظاهرة. أمراض الدم أمراض بطنة، أمراض القلب أمراض بطنة، أمراض الصدر أمراض بطنة، أمراض الجهاز العصبي أمراض بطنة. باطنة يعني غير ظاهرة. ليه؟ هناك فرق بين الجراح والباطني. الجراح بيفتح يبص،
فكل حاجه بالنسبه له مكشوفه. انما الباطني في جزء تخيلي، تخيل مش قائم على الخيال، قائم على دراسه. اما من ناحيه التخصص بقى، حضرتك اثرت قضيه خطيره جدا في مصر. عندنا حاجتين، حاجه اسمها سوبر سبيشاليتي وسب سبيشاليتي. في واحد بقى يفتكر سوبر ده زي سوبرمان مثلا، سوبر سبيشاليتي ده سوبر سبيشال، يبقى هو ده الفظيع الشنيع اللي هو بيعرف كل حاجه. لا، دول نوعين في العالم كله وموجودين في العالم كله، موجودين في مصر. انا اتخرجت وطلعت من الاوائل. تحب تشتغل ايه يا فلان؟ احب اشتغل جراحه مخ واعصاب. من يوم ما نشات وسني يوم وانا طبيب ما اشتغلش غير جراحه مخ واعصاب. ده يطلق عليه السوبر سبيشال. سوبر سبيشال ما يعرفش حاجه ثانيه. السب سبيشاليتي عندنا قسمين، بطنه وجراحه. هتشتغل امراض بطنه لمده طويله جدا. لما تبقى فت في الامراض البطنه. بكل التخصصات. بقى انت اختار تخصص بقى. يعني حضرتك قول لي ايهما افضل؟ واحد يشتغل قلب من يوم ما اتخرج، ولا واحد يشتغل امراض بطن 10 سنين واختار القلب بعد كده؟ ده طبعا امراض بطن الاول 10 سنين، مفيش شك في كده، خبره مفيش شك في ترابط بين الاحداث، مفيش شك. احنا عملنا كده، احنا جيلنا يعني استاذي الاستاذ الدكتور عبد العزيز شريف رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، كان واخد دكتوراه امراض بطن، وهو رقم واحد في القلب في مصر. بس اشتغل قلب بعد ما بقى باطني محنك. دكتور محمد ابراهيم. طبعا. ابو الدكتور محسن. ربنا يديله الصحه والعافيه. طبعا. دكتوراه امراض بطن. لما بقى ابتدت التخصصات صغيره تشتغل، فبقت الاسهل ان اشتغل فرع قد كده. لكن احنا خدنا الاصعب، اشتغلنا امراض بطن، وبعدين خدت حالات حرجه بعد 15 سنه شغل امراض بطن. حضرتك لما تسالني هنتكلم في الكبد، ده جزء من امراض بطن. دي محاضرات مهمه. اتكلم في السل، جزء من امراض بطن. عايز بقى تفاصيل التفاصيل التفاصيل اللي قد لا تهم قوي، خد واحد متخصص قوي. انما للعلم للناس وللطلبه وللمبتدئين ولدكاتره صغيرين، السب سبيشاليتي مهمه جدا يعني جدا جدا. ده من ضمن الجدول ان شاء الله باذنك يا رب. يعني ان شاء الله هنسمع من حضرتك مثلا الصرع، ده من امراض المخ والاعصاب، مفيش مشكله، لان دي محاضره من المحاضرات القيمه جدا. هنسمع من حضرتك الهيدك، الصداع، الصداع يعني الفشل، الشلل النصفي، الفشل الكلوي، الفشل الكلوي. ده من ده بقى يعني عمق البطن. يعني لما يكون واحد، يعني انا اقول بزعل جدا لما يجي لي واحد من استاذ كبير جدا بس متخصص في حاجه صغيره جدا، وهي مس يعني هو فقد التشخيص، لان هو فعلا كان سوبر سبيشال. يعني تلاقي حضرتك واحد بينهج، فالناس قالوا له روح لفلان ده بتاع قلب، وراح لفلان وقال له انت ضغطك عالي وكده، وهو عنده ارتشاح حوالين الرئه قد كده، وما جابوش. لماذا؟ لان هو تلسكوبيك فيجن. دي خطيره جدا في الطب. بيبص بتلسكوب على العيان. دي خطيره جدا. العيان ده كتله لازم يشوفه كله. هو بقى احنا من حقنا الكونسلتيشن. والله يروح لواحد جراحه مخ واعصاب عشان يشيل الورم اللي في مخك، انا مش هشيله. وهكذا. انا الكبد الحقيقه موضوع مهم، ومصر كلها النهارده كلها هتقعد تتفرج، لانه مفيش بيت ما عندوش مشكله في الكبد. صح. فانا عايز ابدا الاول، ما هو الكبد؟ ما هو وظائف الكبد؟ والفرق بين كلمه وظائف وكلمه فحوصات كبد. يعني ما الناس يقول لك وظائف كبد دي مش فاهمينها هم. صح. هقول لحضرتك حاجه، هو هنقيس اهميه العضو بيه. يعني لو عملنا مؤتمر كده بتوع المخ جم قالوا احنا اهم عضو في الدنيا، فبتوع القلب زعلوا قال لا ده احنا اهم واحد، وبتوع الرئه زعلوا، هنقيس اهميه العضو بايه؟ ده بقى كلام انا، ده مش في الكتب، ده حسام موفي. انا بقيس اهميه العضو بعدد الوظائف اللي بيعملها. كلما زادت الوظائف اللي بيعملها العضو بقى مهم جدا. طبعا مفيش انسان هيعيش من غير عضو، انما اهميته كبد من اهم الاعضاء اللي في الجسم، لان وظائفه كتيره جدا جدا، فيعتبر حاجه مهمه قوي. وبادئ ذي بدء ان انا اقول لحضرتك، في واحد بيروح للدكتور يقول له هنعمل لك وظائف كبد. انا
افضل قوي ان الحلقه دي كلها تبقى يعني ايه وظيفه كبد؟ هيعمل لك ايه؟ والكبد ده بيعمل ايه؟ والتيست ده يتعلق بوظيفته ازاي؟ ايوه، وخصوصا لخبطه الناس. وناس كتير بيبقى مش فاهم امتى يطلب انزيمات وامتى يطلب بروتين وامتى يعمل كذا وكذا. ومن وظائف الكبد الموجات الصوتيه جزء من وظائف الكبد، دالات الاورام جزء من وظائف الكبد، فهي كثيره جدا. فنتنقل عليها، نتمشى فيها يعني. عظيم. هنبدا بوظائف الكبد؟ نبدا بوظائف الكبد. اول، الكبد بيتعلق بالتمثيل الغذائي. بالتمثيل الغذائي، والتمثيل الغذائي احنا عندنا متاسف عندنا كذا ماده بناكلها ونشوف الكبد هيتعامل معاها ازاي. فنبدا بالنشويات. النشويات زي العيش، زي الرز، زي المكرونه، اي نشا عمره ما هيخش الدم بصورته. مفيش حاجه اسمها نشا يخش الدم، لازم يتهضم. فيبقى نمره واحد، اكلت نزلت في الامعاء هضمت، بعد الهضم هيحصل عمليه الامتصاص. ان انا اخد اللي اتهضم جوه الدم بقى. فانا هاخد لقمه عيش نهايتها جلوكوز، اي نشويات الاخر خالص 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 هو شق الجلوكوز. الجلوكوز يخش على الكبد خلاص. هضرب مثل بسيط جدا بس الناس كلها عارفاه، اللي بيقعد بالليل يسهر وعنده ثلاجه يسمعها بتوش زز تروح ساكته، زز تروح ساكته، ايه ده؟ الثلاجه انت فتحتها خدت ميه وقفلت تاني، درجه حراره عليت فيها، يقوم الموتور يشتغل ينزل درجه حراره لثلاثه، مش هيفضل يشتغل بيبطل. ايه اللي بيعمل كده؟ جهاز صغير اسمه ايه؟ ترموستات. برافو عليك. اسمه ثيرموستات، ضابط الحراره. عندما ترتفع الحراره يشتغل عشان ينزلها، عندما تصل الى الدرجه اللي انت عايزها يبطل. عظيم. انا هسمي الكبد جلوكوستات، ضابط الكبد، ضابط السكر. هو جلوكوستات هياخد السكر يخش عليه السكر. يبص للدم كده، انت محتاج سكر؟ يس، خد. مش محتاج، اغيره، اجيب كل جزيئات سكر كتير واعمل منه حاجه اسمها جلايكوجين. جلايكوجين ده كذا جزيء سكر يخزن في الكبد. ليه؟ عند اللزوم. هو احنا طول عمرنا هيبقى عندنا اكل وناكل وكده، فعند اللزوم الواحد صام في رمضان ما بيجيلوش غيبوبه نقص سكر، ليه؟ الكبد يبتدي يشتغل ويكسر الجلايكوجين الى جلوكوز تاني. يبقى هو بياخد الجلوكوز يدي الدم شويه والزيادة يخزنه، وعند الحاجة يكسر الجلايكوجين كده. يبقى في عندي انزيمين، انزيم برانشنج يعمل جلوكوز يأكل، ودي برانشنج يكسره. عظيم، عظيم جدا. خلاص. تعالى المريض عنده تليف كبد، عنده تليف كبد، فهو غير قادر على انه يعمل الحركة دي. لا ياخد الجلوكوز العالي يحوله جلايكوجين، ولا قادر يحول الجلايكوجين الى جلوكوز. اقول له ممنوع تصوم، يزعل ويتنرفز ويضربني وتبقى قصه كبيره جدا. اقول له لا، ده ربنا رتب لنا الحفاظ، وربنا حط الحفاظ على النفس قبل الحفاظ على الدين. انت هتعكس الترتيب، هتحافظ على دينك قبل نفسك وقد تهلك. ولا تلقوا بأس. فليه ما بيصومش؟ لانه مش قادر، هيفضل سكره ينزل 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 ومفيش تعويض. لانه ما بيكسرش جلايكوجين، فهيتعب جدا جدا. ده مشكلة كبيرة جدا. لماذا؟ الكبد الجلوكوستات مش شغال. طب انا اكلت حته كنافة فيها سكر كتير، فالسكر هيروح داخل على الدم دغري مباشرة. فلو قست السكر في الدم لمريض تليف الكبد بعد الاكل الاقيه عالي جدا. لان ما قدرش يحول الزيادة الى جلايكوجين، هو راح داخل على الدم دغري. ويجي بقى واحد عايز الضرب يقول انت عندك سكر، ما هو قاسله السكر في الدم لقى 200. ما هو الراجل معذور برضه، بس مش معذور قوي لان هو جحش انه مش مذاكر. فاللي عنده الكبد هتلاقيه السكر داخل في الدم يعلى جدا. طيب ولو صام يوطى جدا. هو ده التست. يبقى اول تيست من وظائف الكبد هي قياس السكر. مره صايم الاقيه واطي، ومره بعد الاكل بساعه
الاقي عالي جدا. ما تقوليش ساعتين لان بعد ساعتين بيكون السكر اتحرق. فبعد ساعه اقيسه الاقي عالي جدا جدا، وده احد اختبارات وظائف الكبد. هل في امراض تانية تشارك الكبد في المنظر ده؟ فعلا ده اللاج السيرج كيرف بالظبط، عشان طلب عشان طلبه الطب بقى يستفيد. لاج ستورج كيرف. في امراض تشارك، في امراض اي مرض تمتص بسرعه وتحرق بسرعه تعمل نفس المنظر. الكبد فشل في انه يحول السكر لجلايكوجين فامتصاص سريع ودخل، لكن الراجل ده ما عنده السكر وعنده بنكرياس سليم فراح حرقه. يبقى ابتدينا عالي جدا لكن اتحرق في وقت مثالي. ما وظيفة المعدة يا أيمن؟ في ناس فاكرة أن وظيفة المعدة في الناس الكبار هي الهضم إطلاقا. طبعا لها وظائف عديدة جدا، أساس مخزن ستورج. ستورج الأكل بينزل المعدة، أنزله بقى في الأمعاء حبة بحبة حبة بحبة، يوم السكر يمتص حبة بحبة. طب اللي شال معدته هينزل الأكل على الأمعاء فجأة، يمتص فجأة، يوم السكر يعلى فجأة ويتحرف فجأة، يبقى سيو زي بتاع الكبد. أيوه. ثلاثة مهم جدا، اللي عنده نشاط في الغدة الدرقية. ايوه. امتصاصه سريع جدا. لأن كل حاجة عنده سريعة. وحرقه سريع جدا. يبقى الكيرف ده بنشوفه في ثلاث حاجات مهمة جدا. نمرة واحد تليف الكبد، نمرة اثنين اللي شايل معدته، نمرة ثلاثة نشاط الغدة الدرقية. يعني الناس اللي عندها عملت تكميم معدة هنلاقي فيها حاجة شكل كده. ممكن جدا. واللي عنده كانسر وشال جزء من شال معدته او شال معدته كلها هتلاقي لان الاكل نازل على الامعاء مرة واحدة اللي هو الدامبنج، عشان طلب الدامبنج افكت. الدامبنج نوعين بقى. دامبنج يعني داخ بعد الاكل. لطلبة الطب والدكاترة صغيرين، دامبنج داخ بعد الاكل، ده بيدوخ مرتين. أنا شايل معدتي فنزل الأكل على الأمعاء، حصل أوعية دموية وسعت جدا في الأمعاء لأن منزل عليها شغل فجائي ما بيحصلش في الإنسان الطبيعي. يوم ضغط يقع. لأن هنا حصل اتساع في الأوعية الدموية، بتاخد الدم كله يبول فيها فالضغط ينزل يدوخ. أدي أول دوخ. الدوخة الثانية بقى هو امتص السكر بسرعة لكن بنكرياس سليم، ما بيطلعش إنسولين قد السكر بالظبط، زيادة حتة يدوخ تاني. يبقى هيدوخ في الأول وهيدوخ بعد ساعتين، ده الايرلي دامبنج وده الليت دامبنج. عظيم جدا. ده أول تيست السكر قياسات. يعني اختبار بفضح الكبد في السكر. بس في نقطة مهمة جدا، إن الأمراض الحادة لا تؤثر في هذه الوظيفة. الأمراض الحادة اللي تصيب زي واحد التهاب كبدي. مطلوبش التيست ده لأنه هيطلع نورمال. التست ده بيبقى وحش في الامراض المزمنه. كلمه مرض مزمن في الكبد يعني تليف. كلمه مرض مزمن هنقول طبعا يعني ايه. كلمه تليف دي لها تعريف مهم جدا في الطب، مش زي ما الناس فاكره تليف يعني راح. لا، ممكن جدا يبقى مش باين عليه حاجه خالص. هنتكلم عليه بالتفصيل الممل يعني. الحاجه الثانيه ده اول تست. التست الثاني بقى، التست الثاني تست واحد الماني فكر فيه جميل جدا جدا. يعني ايه اغنى الحاجات بالكوليسترول؟ صفار البيضة. بعد المخ. المخ رقم واحد، الكوليسترول في صفار البيضة عالي جدا. فالالماني شغل مخه كده، واعمال العقل ده مهم جدا في ديننا وما بنعملش، هم بيعملوه واحنا لا. فقال لك اغنى حاجة جاية من كائن حي اكله كله ما فيهوش كوليسترول. عمرك شفت فرخه بتاكل ديك؟ لا. عمرك فرت فرخه بتاكل كباب؟ لا. عمرك بتاكل ليه خالص؟ بتاكل ذره وفول، وهذا خالي من الكوليسترول. ازاي عملته؟ فابتدى يفكر ان الكوليسترول بيعمل في الجسم. قعد يبحث يبحث لما اتضح ان الكبد هو مصنع الكوليسترول. لازم بقى الحته الجايه نقول سبحان الله. دي ما تقالش فيها سبحان الله نبقى سبحان ناس الله. مقصرين. طب ما انا باكل كباب، هو اي نعم غلي قوي بس بس برضه بديت عايز حين لحين كده فبناكل كباب. طب ما ده مليان كوليسترول. طب مين اللي بيخرجه من جسمه؟ ليه الموت؟ الكبد. يبقى سبحان الله هو بيعمل كوليسترول ويخرج الزائد. لمن ناس كتير راحت تشيل المراره وقال لها انت عندك حصوه في المراره يا مدام، تقول لي هي نوع الحصوه يا دكتور؟ لا ده كوليسترول.
هذا كوليسترول عنيف جدا وخرج كتير جدا وتبلور في المراره فعمل الحصى. تبقى حصوه واحده غالبا وبتبقى كوليسترول ستون يعني حصوه كوليسترول. فحاجه عجيبه جدا سبحان الله. وظيفه عضو يعمل ويخرج، فهو بيعمل كوليسترول ويخرج كوليسترول. طب نسال سؤال، اختبر ايه؟ اختبر ايه؟ هقول لك اختبر الكوليسترول. لو واطي يبقى المصنع باظ، عمره ما يبطى. عمره ما يبطى. ليه؟ اقل خلايا كبد تعمل كوليسترول. عشان نتخيل ان كبد مش قادر يعمل كوليسترول يعني عنده توفى. ما تجيش مع واحد حي. فاذا هو ما يطلعش واطي، ولكن بعض العلماء بيقولوا ان اللي عنده تليف كبد لا يصاب بالشريان التاجي عشان كوليسترول واطي. الله الله. فلاحين؟ الفلاحين نادر جدا لما يجي لي فلاح عنده شريان تاجي لان كوليسترول واطي. هو مش كده قوي، لان في خلل هرموني مع تليف الكبد بيحمي الشريان التاجي، ونقدر نقول دي كمان معاه مفيش مشكله. ان الكوليسترول واطي ما بتعملش. تمام. لكن لا، هو ليس اختبار. يعني لو لقيت كوليسترول واطي ما فكرش قوي ان الكبد هو السبب في كده. امال ايه بقى المشكله؟ انا بقول هو بيخرج كوليسترول صح، وده قلنا من الوظائف. طب خرج لقى السكه مسدوده راح داخل تاني، خرج لقى السكه مسدوده راح داخل تاني، خرج لقى السكه مسدوده بعد اسبوع هلاقي كوليسترول عالي. لان اللي خرج دخل. يبقى في حالات الصفره، واحد عنده صفره، في احتمالين او ثلاث احتمالات، منهم الكبد تعبان ممكن انسداد مراري. لو لقيت الكوليسترول عالي يبقى انسداد مراري اسوأ قفله الطريق. قفله الطريق. الكوليسترول خرج معرفش يخرج راح داخل تاني على الدم زحم. يبقى اذا في الحاليين اللي عندهم الصفره وكوليسترول عالي انت تتعامل مع انسداد مراري وليس مع كبد تعبان. يبقى دي حاله اوبستراكتيف جونتس. اوبستراكتيف جونتس مش هيباتوسيلر ولا هيموليتيك. ولا هيموليتيك. عشان برضو الناس تذاكر. احنا كل شويه كده نقول حاجه لزملائنا يعني بقى، وانت لامسه كل. على فكره انا قابلت واحد قال لي انا لقيت الطب بالعربي احلى. والله ده هي مهمه جدا ان شباب الاطباء يتعلموا ازاي يقولوا الطب بالعربي عشان يفهموا. دي مهمه. هو بص حضرتك هي خطر يعني. يعني سوريا الطب بالعربي. فبرضو اشتراكهم في المؤتمرات وكده. بس هو الولد لازم يعرف كل حاجه. عني لغته. يعني تعلم انجليزي ما حدش قال حاجه خالص. كتبنا كلها انجليزي. بس يبقى فاهم كل كلمه معناها ايه. يجمع بس المحاضرات يعني، يسمع محاضرات حضرتك ويتفرج مش عليها. حضرتي يعني حد يعني. ده الجزء الثاني الكوليسترول المهم. يبقى احنا قلنا جلوكوز كيف يتعامل الكبد مع الجلوكوز، وقلنا كلمه جلوكوستات. دي من اختراعي على فكره. زي الترموستات. وقلنا الكوليسترول بيتعامل مع الكبد ازاي، وكيف يكون الكوليسترول احد وظائف الكبد. عظيم. يعني عايز واحد عنده صفره وعملت له كوليسترول طلع عالي خلاص. انا عرفت الصفره دي ايه. هو الكوليسترول عموما وظيفه يعني، هو له لوحده انفستيجيشن بنطلبها طبيعي، فهو ازاي نوظفه هو يكون احد مرايات الكبد. بالظبط. مراه لمشكله في الكبد. وظيفه من وظيفه. لكن الكوليسترول ما هو ممكن اختبارات. بلاش نقول ده اختبار من اختبارات الكبد. عظيم. ده ثاني واحد. ثالث واحد. ثالث واحد ده مهم جدا 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 جدا. يعني نحط تحت ثالث واحد ده 3000 خط. سواء للناس او للدكاتره. الزلال، الالبومين. الالبومين والجلوبل. البروتينات الدم. ايوه. بروتينات الدم ثلاثه. طبعا هي كتير جدا. لكن ثلاثه مهمين جدا جدا. اول واحد البيومين. الالبومين. وده 4 جرام وكسر مش مهم الكسر. وتاني بروتين الجلوبولين. الجلوبولين 2 جرام وكسر مش مهم الكسر. طب يلا نبص كده، ده 4 لواحد وده 2. يبقى النسبة 2 لواحد. ايه جي لواحد؟ دي دي مقدسة. دي نسبة مقدسة يعني ما فيهاش مناقشة. اسأل واحد انت الاي جي، الاي جي اللي هو الالبيومين للجلوبولين الف جيم، يقول لي 2 لواحد. اضرب له تعظيم سلام. والثالث هو الفايبرينوجين. ده مسؤول عن تجلط الدم، الكاسكيد، الشلال اللي اتكلمنا عليه قبل كده. فهو ده ادي الثلاث بروتينات. طيب ايه علاقه الكبد بالبروتينات دي؟
الكلمة الأولى هقولها بالإنجليزي ثم ترجمها بالعربي. الألبيومين totally formed in the liver، ملوش مصادر تانية، مصنعه الوحيد، مصنعه الوحيد هو الكبد. خلاص بقت كلمة مهمة. لكن الجلوبيولين له أكثر من حتة بيتعمل فيه، من ضمنها الكبد. يبقى مين التست الأحسن؟ الألبومين، برافو، لأنه لا يعمل إلا في الكبد. لكن دي بقى مشكلة كبيرة جدا. لقيت واحد الألبومين النورمال الطبيعي 4، لقيته 3 أو 2، كبده تعبان وصرخ، طب ما جايز نازل في البول، ما جايز ده نازل في البول. يبقى مش كل الأسباب للنقص الألبومين هي كبد، لا يتهم فيها كبد، لكن هقول ازاي نعرف، هقول. فيبقى الألبومين لو نقص ممكن يكون الكبد، وممكن يكون زلال في البول، احد الامراض بتخلي الكلى تفوت الزلال، نفروتك ومعاه القلب، او نفروتك سندروم، نفروتك اكتر، نفروتك، فده يخلي الزلال ينزل، فيبقى القلب من نقص. تمام. الست الحامل القلب بيتاخد عشان نعمل عيل، العيل ده حي منين؟ المحروق، الحروق، الحروق بيفقد قلبه كتير جدا عشان يكسي مطرح الحرق. اللي ما بياكلش بروتين، راجل سنه 80 سنة وزهد اللحوم والفراخ وكل حاجه، هتلاقي القلب ناقص غصب عنه، او الفيجيتيريان. فاذا نقص القلب مش سبب واحد، ولكن نقص الجلوبيولين يشترك فيه كذا مرض مهم جدا، زي فقدان البول. الحاله الوحيده اللي الجلوبيولين يزعل على الالبيومين لو الكبد هو اللي تعبان، يعلاله، يعلاله. الحالة الوحيدة يعني لقيت ألبومين ناقص وجلوبيولين ناقص، الاثنين ناقصين، ما بقاش كبد. الحالة الوحيدة الألبومين ينزل الجلوبيولين يعلى، والنسبة تختل، النسبة تختل. احنا كنا بنقول 4 و2، يعني 2 لـ1، بقت 2 لـ1، بس الجي هو في صالح الأهلي، او ريال، ما هو الكاس كان 2-1. فده اللي يخليني اشخص. لقيت الالبومين واطي والجلوبيولين واطي، ما تفكرش في كبد خالص، فكر في زلال، في بروتين نازل في البول، بروتينوريا. لقيت الجلوبيولين نورمال والقلب ابتدى يوطى، فكر في الحاجات التانيه، حامل، محروق، ما بياكلش، عنده مشكله في الامتصاص. لقيت القلب واطي والجلوبيولين عالي، تفكر في الكبد وانت مرتاح. كبد بس، اهو كبد بس. طب القلب وظيفته ايه؟ ده مهم جدا جدا. دلوقتي عايز كل واحد يتخيل معايا الدوره الدمويه. الدوره الدمويه انا عندي قلبين، قلب شمال وقلب يمين. القلب شمال بيضخ الدم للجسم كله، وقلب يمين يسحب الدم تاني عشان يوديه الرئه. عظيم. اذا انا طالع من الشمال ماشي ضغطي عالي 120-80، وصلت للناحيه الوريديه الضغط ينزل، يتسحب بقى بالنفس وبالضغط السلبي جوه السلك، يشفط الدم يدخله في اليمين عشان يطلعه الرئه ويروح الشمال تاني. هناخد اخر حاجه ناحيه الشريان وناحيه الوريد. ناحيه الشريان الضغط عالي، طب والانسجه دي بتاكل ازاي؟ الخلايا دي ده الدم في اوعيه دمويه. الدم زي ما حضرتك تقول لي ايه، انا جبت خرطوم جنينه من الحنفيه وطلعت في الشارع وعايز الجنينه تتروي. يا راجل انت، انت واخد الميه من من الحنفيه للشارع والجنينه بتاعتك كلها فت عليه. طب ما الجسم كده، انا طالع بشريان وراجع بيه، طب والخلايا اللي انا عايش عليها دي، الدم بيطلع السائل منه في الناحيه الشريانيه بضغطه، يطلع بضغطه، الضغط عالي يروح مفوت زي خرطوم، بس انا عامله كلينكس، والضغط عالي تروح الميه طالعه من هذا كلينكس. تمام. استفيد منه، خدت اكسجين وفيتامينات واحماض امينيه وجلوكوز، خدت كل حاجه، ما هي طالعه مع الميه، كابيلرز، خلاص. طلعت دي انا لازم ارجعها تاني، ولا تبقى مصيبه هورم. ايه اللي بيرجعها؟ القلب، هو اللي يشفط الميه دي تاني. يبقى انا مطلع ميه من الناحيه الشريانيه وبسحبها من الناحيه الوريديه، دي طالعه بضغط الدم ودي مسحوبه بالضغط الاسموزي اللي عمل القلب وين يشد. اذا
لو القلب موطي العين يورم لانه هيطلع ميه وما يعرفش يسحبها. وهذا ما يحدث في النفروتك اللي حضرتك قلت عليه اللي هو التورم النفروزي اسمه العربي كده او تليف الكبد. تليف الكبد ما عندوش قلب. لكن تليف الكبد بيمتاز ان كل الميه دي في بطنه اللي هي الاستسقاء. اطلع ميه وما اعرفش اسحبها. ولذلك العلاج الاساسي علق له قلب من اجيب هذا الزلال الادمي ازايز وعلقها له. عيبها الوحيد ايمن انها غاليه جدا دلوقتي. جدا. بروتين بشري خالي. وكان في اوقات يا فندم الناس تدخل المستشفى تدور عليها ما تلاقيهاش. ما تلاقيهاش خالص. ويروح بقى. وبعدين في بقى حاجه صعبه ساعات بتحصل لاهل المريض بيبقوا مش معاهم فلوس يدخلوا روح هات له القلب. طب روح هات له القلب. وخناقات تحصل بقى. وخناقات تحصل. لكن الحمد لله بفضل الله ان ربنا يعني يوفق العلماء في زراعه الكبد. دي توفيق غير عادي لان الكبد الجديد هيعمل قلب ومن وهيعمل شيل الكوليسترول ويعمل جلوكوز كانك انسان طبيعي بالصحه. عظيم. يبقى احنا كده وصلنا للقلب ومن لسه الفايبرينوجين. الفايبرينوجين ده مهم جدا جدا. الفايبرينوجين ده اللي بيعمله اللي هو بروتين مسؤول عن التجلط. يعني حضرتك تخيل معايا اتعورت وما عنديش فايبرينوجين هفضل انزف الى ما شاء الله. اذا اللي كبده تعبان سهل انه ينزف. الناس هتلخبط بين دوالي المريء وبين نقص الفايبرينوجين. دي غير دي خالص. دوالي المريء ده وريد وفتح. لا علاقه له بالفايبرينوجين. حتى لو كان سليم الفايبرينوجين هينزف. انما نقص الفايبرينوجين ده خطير جدا لو المريض احتجب عليه. ازاي ده؟ هيشيل طحال هيعمل اي حاجه. ده اللي بيخلق ضرسه وبيفضل ينزف بعدها لان ما عندوش فايبرينوجين. الفايبرينوجين هو بروتين ربع جرام. احنا قلنا ده 4 وده 2 وده ربع جرام. مسؤول عن تجلط الدم. هذا التجلط يتعمل اول ما الشلال يبتدي. انا اتعورت الشلال تك 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 ينتهي بفايبرين اللي هو قبليه فايبرينوجين اللي معمول بالكبد. فده احد التست يعني اشوفه هل سرعه النزف والتجلط او الاي ان ار اللي هم بيسموه اختبار السيوله. عيان الكبد هتلاقي السيوله عاليه. ده الجزء الثالث في الاختبارات. نمره 1 جلوكوز، نمره 2 كوليسترول، نمره 3 المجموعه بتاعه البروتين، 3 القلب والجلوبين والفايبرين. لازم نقيس الثلاثه. حضرتك ممكن تستعيد عن الفايبرين بانك تعمل سيوله بس. وده بنعمله كل مرضى الكبد عشان نشوف حالته العامه شكلها ايه. حصل. وبعدين نيجي بقى المعلم الكبير بقى. الصفرة. البيليروبين. ده ده قصه كبيره. قصه نسمع نقولها. طبعا. بعد بق ليمون. نشرب. ده احنا محتاجين يعني احنا في دلوقتي دراسه عميقه لاهم حاجه تشغل مرضى الكبد على الاطلاق دلوقتي. صح. يمسكوا الورق يا عيني وبيبقوا تايهين بيه. لا انا اعتقد ان اولا حاشا لله ان احنا نكون بنخوف عيان. والله. يعني هقول بعد شويه مظاهر الاكلينيكيه للكبد هتلاقوا كل يعني ناس كتير جدا جدا عندها تلف كبد ومش زي بالظبط وما فيهاش اي مشكله خالص. وهنتكلم ازاي الكلام ده. نيجي بعد كده بقى للايه؟ الصفره. يلا ناخد قصه حياه الصفره. قصه حياتها من ساعه ما ابتدت لساعة ما مشيت خرجت وخرجت منين والكلام ده كله. تبدا قصه حياه الصفرة من خليه حمراء. سبحان المعز المذل. ار بي سيز. انضف حاجه في الدنيا. الخليه الحمراء دي اللي شايل الاكسجين. سبحان المعز المذل. عارفه رايح فين بعد كده؟ في البراز. اخرها براز. سبحان المعز المذل. فالقصه بدات بخليه حمراء. عندنا خلايا قليلة جدا 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 في الجسم اللي لها عمر. يعني كل الخلايا بتعيش معك 70 سنة 80 سنة زي ما انت عايز. لكن في خلايا متجددة واهمها الخلايا الحمراء. طب عمرها كم يوم؟ 120 يوم. عمر الخلية الحمراء 120 يوم. اذا انا متوقع بعد 120 يوم في واحدة على صندوق الزبالة واحدة جديدة. واحدة على نفس. تمام؟ طيب هي ايه اللي حصل؟ اتكسرت. عندنا نوعين من التكسير. نوعين من التكسير. بتكلم على التكسير الطبيعي.
مش المريض اللي احنا خدناه قبل كده في الانيميا كده في ثاني حلقه. انت بتتكلم بلغه التلامذه، خدناه قبل كده. وانا تلميذك وافضل طول عمري تلميذ. الله يحفظك. ده شرف ليا. يعني ده شرف. لا مش قصدي انت يعني. لا كلنا، ما هو احنا بقى احنا لازم. فعميلي بعد كده لايه؟ للنوعين من التكسير. طبيعي. حضرتك ايهما افضل؟ لو حرامي ماشي في الشارع تحب تموته في الشارع ولا تدخله جوه شقه وترقعه علقه وتموته ما حدش يدري؟ يا باشا في الشقه. برافو عليك. الجسم بيعمل كده. الجسم بيعمل. خلي الخيال الحمراء اللي عمرها انتهى. ولازم الناس تقول سبحان الله. طب ازاي عرف ان عمرها انتهى؟ ازاي عرف ان دي خلاص شاخت وبقت شنها 120 يوم؟ ازاي؟ تلاقي خليه قاعده متربصه لها. ده زي الشقه. وتروح واخدها على سطح الخليه ومدخلها جوه وكان شيء لم يكن. دي ما تهمنيش. تمام. ده اسمه اكسترا فاسكولار. ما حدش يفهم من الدكاتره ان اكسترا فاسكولار يعني بره الوعاء الدموي. لا، ده خارج مجرى الدم. انما جوه الوعاء الدموي. فباخده واخلص عليها. لكن بيفضل 1%. ما يحصلش فيه كده. يوم يتكسر جوه الوعاء الدموي. اكسترا فاسكولار بقى. لما يتكسر طلع منه هيموجلوبين. على فكره الهيموجلوبين ده ماده سامه جدا طالما خرجت بره. لا سبحان الله. الخليه الحمراء بدون نواه. طب ما هي مش خليه. مفيش حاجه اسمها خليه من غير نواه. امال ايه ده؟ سبحان الله، ربنا حطت الهيموجلوبين في كيس نايلون عشان ما يأذينيش. الله. هو ده التركيبه الوحيده اللي اقدر اجيب بيها اكسجين. طب ما هي سامه. طب خليها في كيس نايلون عشان ما تضركش. فالكيس النايلون ده لما يتفتح جوه الوعاء الدموي خطر. تمام. نمشي بقى بالسكه، يتكسر يطلع منه حديد، الحديد النخاع العظمي ياخده يعمل بيه واحده تانية. وقلناها قبل كده في حلقه منه فيه ان انا ما محتاجش حديد كتير. لان الخليه خلصت باخد حديدها خلاص. لكن طلع منه ماده سامه جدا جدا جدا. انتهت، مش هنقول الخطوات، انتهت بانها تبقى الصفرة. ايوه. مين اللي خد اوردر انه يخرج الصفرة من الجسم؟ الكبد. شفت وظايفه كتير ازاي؟ الكبد يعمل ثلاث حاجات. الكبد يعمل ثلاث حاجات. الصفرة دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ سيئة. سيئة جدا. دي ناتج خلايا حمراء. اللي هقول تاني عشان ما حدش يتوه، خلايا حمراء عمرها انتهى. اما اتخذت جوه الاسم البوليسو وخلصوا عليها. متاسف احسن الظباط يزعلوا. دخلت جوه الشقه وخلصوا عليها. عصابه خدتها. عصابه. واما ماتت جوه الشارع. جوه الشارع دي اللي خطيره. انترافاسكولار. ففتحنا طلع في هيموجلوبين، ده ماده سامه. يتحول بسرعه جدا الى ماده صفراء اللي هي البيليروبين. الصفرة. الصفرة دي ممكن تخش جوه الخلايا تبقى كارثة. فسبحانك الله، أول ما الصفرة تطلع يمسك فيها بروتين. يمسك فيها بروتين فبقت جزء كبير ما يخشش الخلايا. الله. أنت عندك نملة هلبس فيها حتة سكر كبير. مش هتعرف تخش عشها. أو بلا سكر اللبانة. هلزق فيها اللبانة. مش هتخش العش بتاعها. لأنها كبرت. الصفرة طلعت مسك فيها البانة اللي هي بروتين. فايه مش عارف. بس لازم نحركها. واحد هيسال ليه؟ ما خلاص ما بقتش خطر. اقول له لا، حضرتك ما خدتش بالك ان العملية مستمرة كل 120 يوم. كل 120 يوم ده اليوم الواحد بيطلع فيه كمية كبيرة جدا. بالظبط. كل يوم ده احنا 5 مليون في الملي. في الملي. فلازم عضو يبقى مسؤول مسؤولية تامة عن اخراج هذه الصفرة. من هذا هو العضو؟ الكبد. حلو. بيعمل ثلاث حاجات. الصفره ماشيه تتمخطر ولازق فيها حته البروتين، يوم اول حاجه يروح لقطها. ابتيك. ابتيك. تك تعال على الحجر عمو. لو حطيت ودنك هنا تسوى تعال على الحجر عمو، تعال على الحجر عمو. فتروح واخده على سطح الخليه. طب افرض واحد عنده عيب خلقي مش قادر يعمل ابتيك، مش قادر يجي على حجر عمه دي خالص. يوم يحصل ايه بقى؟ عنده صفرة.
يتركب يعني تصفر. اه جيلبرت. اه جيلبرت ديزيز. جيلبرت ده عباره عن واحد في روبوتيك مش عارف يرقص بس هو مش مريض. اه لا خلاص هو مش مريض هو كل اسبوعين ثلاثه عينه تفرط وتروح تاني. لانها بتيجي التاكسي كده. فيبقى الخطوه الاولى من اخراج من خطوات اخراج الصفره هي ان الصفره تيجي على سطح الخليه ثم اسحب الصفره جوه واسيب البروتين بره واخش هذه الصفره تاخد علقه ما خدهاش حرامي في مسجد. عارف لما يمسكوا واحد بيسرق في مسجد الناس كلها انا حصلت معايا لقيت واحد بيلطشوا فيه فبقول له بيلطش فيه انت بتضربه ليه؟ قال لي ما اعرفش والله العظيم قال لي ما اعرفش لقيتهم بيضربوه ضربته فضلت اوصل لحد ما هو كان بيسرق الجزم وكده فخد علقه ها الصفره جوه الخليه حرامي في مسجد علقه محترمه يتحول من شكل ان هو كان داخل محترم طالع متعور فيتحول الى شكل تاني خالص ده بنسميه ان كونجيجيتد وده كونجيجيت يعني تغير شكله خالص. الخطوه الثالثه بره يطرد بره على القنوات المراريه على الحصاله المراريه على الامعاء على البراز. سبحان المعز المذل بعد ما كان كره دم حمراء كره دم حمراء بقى في البراز فعملنا ابتيك وعملنا كونجيجيشن وعملنا اكسكريشن. اي خطوه من دول عطلت الصفره تعلى. اي خطوه الاخدان ده عطل الصفره عليت. الكونجيجيشن باظ الصفره عليت. الاكسكريشن الاخراج باظ الصفره عليت. فالصفره من اهم الاختبارات اللي نعملها هي ليه؟ لو لقيت الصفره عاليه ما عنديش غير ثلاث احتمالات. يعني كله يا اما انتاج غزير انتاج غزير قاعد اطلع في صفره اطلع في صفره زي اللي بيكسر دم والعياذ بالله بس بيكسر مرضيا مرضيا لان الدم بيتكسر طبيعيا بعد 120 يوم لا انا بكسر كميه كبيره مره واحده زي اللي خد دم مش فصلته زي اللي كل فول وهو عنده مرض الفول زي حاجات كتير جدا يتكسر مره واحده الدم طلع الكابديلوس يا راجل ده انا باخد منك كل يوم بخمسه صاغ جايب لي ب 100 جنيه هعمل فيهم ايه؟ فيسيبهم. ايه النوع اللي اتساب؟ اللي اتساب اللي ماسك في الايه؟ في البروتين. اللي ما يخش الخلايا، اللي ما ينزلش البول. اللي ما ينزلش البول. فهي صفره من نوع معين عليت اللي هو في الهيمولس اللي هو في التكسير. ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني الكبد تعبان. اللي احنا بنتكلم عنه. كبد تعبان. مش قادر لا يعمل ابتيك اللي هو الاخدان دي ولا الكونجيجيشن مش قادر فهيبتدي على الصفر انا طولت لا لا خالص الاحتمال الثالث بقى والمهم جدا ان انا خرجت الصفره اللي كانت ضربت علقه لقيت السكه مسدوده راحت داخله ثاني يبقى الاحتمال الاول اوفر برودكشن اللي هو الهيموليسيس الاحتمال الثاني هيباتسيلر اللي هو كبد تعبان الاحتمال الثاني اوبستراكشن اللي هي ايه انغلاق في الايه القنوات المرارية تروح مدخله تاني. طيب احنا واقفين هنا عند الجونز بس في حاجه مهمه قوي قبل ما نكمل حوارنا في الحته دي. حضرتك وده الفضل لحضرتك صاحب فكره بعد الله ربنا سبحانه وتعالى صاحب فكره رائعه جدا وحضرتك دي فكرتك. يعني ان احنا نعمل زي اسلوب تعليمي انا ممكن نسميها بقى كورس تعليمي داخل البرنامج يا سلام ودي فكرتك انت ده مش فكره ده حلم ده حاجه عظيمه جدا وبعدين احنا عرضنا الفكره على الاداره وهم استاذ طارق نور والاداره كلها استاذ احمد سعيد واستاذ ميلاد وهاله ونهى كلهم وافقوا ورحبوا جدا قالوا عشان شرف كبير لا عشان الناس متعلمين عارفين قيمه العلم والله عارفين قيمه العلم هقول لك كون ان هو ادانا مساحات كبيره في هقول لك يا ايمن ونفسي الناس تسمعني في احنا قبل ما نروح بس للحوار لان احنا معانا على التليفون يعني شخصيه علميه من طراز خاص جدا وهو يعني شرف لينا ان هو يكون معانا في هذا المشروع هو ضيفي اللي معانا في التليفون دلوقتي كما يقولون معشوق عين شمس ومعشوق طلبة عين شمس واحد من
البارعين جدا وأساتذة البطن البارعين جدا في التعامل مع هذه المادة الصعبة مادة البطن. وزي ما بنقول دايما هو يعني نقدر نقول أمير عين شمس في البطن، صح كده؟ ده انت قصدك على اسامه محمود. اه, آه لا هو طبعا ضيف العزيز الاستاذ الدكتور اسامه محمود استاذ امراض البطن والكلى والاسم الشهير جدا جدا جدا. اهلا بيك يا دكتور اسامه بيه. الو الو، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. احنا شرفنا والنهارده يعني سعداء لانه احنا يعني بنرسخ فكره مهمه جدا علميه، وهي زي ما نقول أكاديمية إعلامية صغيرة، ممكن صوت إعلامي صغير. طبعا معنا أستاذنا أستاذ الدكتور حسين موافي وحضرتك، فده يبقى يعني زي ما بنقول دايما يعني شيء رائع جدا. فأنا عايز أسمع رأي حضرتك. والله بص، أولا أنا طبعا يا دكتور أيمن يعني أنا الحقيقة سعيد بهذا البرنامج الجميل، وطبعا أشكرك على هذا المجهود الرائع، وطبعا أستاذنا بقى الكبير دكتور حسن موافي وهو علم أطباء مصر كلهم فعلا. دكتور حسام بقاله يعني مش عايز أقول يمكن 40 سنة وهو عمال يعلم الأطباء في جميع أنحاء الجمهورية، هما كانوا بيروحوا له وما زالوا بيروحوا له في القاهرة، وفي نفس الوقت برضه هو بيروح وعمل مئات الرحلات في جميع محافظاتنا مصر عشان يعلم الأطباء. هو الحقيقة الدكتور حسام هو حلمه الكبير هو تعليم الأطباء، هو بيعلم من زمان بس هو عايز يخلي تعليم الأطباء فعلا ينتشر انتشار كبير في جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر أيضا. طبعا المشروع ده طبعا هو أجمل حاجة ممكن تقدمها للأطباء هو إنك تعلمهم، أجمل حاجة تقدمها لمصر إنك أنت تعلم أطباء مصر الشباب، عشان هم دول اللي يعني هم دول حتى اللي هم هيعالجونا احنا بعد كده، وهيعالجوا كل يعني انحاء مصر كلها ان شاء الله. فطبعا لابد ان هم طبعا ياخدوا قسط محترم من التعليم. طبعا احنا بنتكلم على الاطباء الشبان، فيعني يا ريت ان المشروع ده فعلا يتعمل، وانا طبعا يعني اتشرف جدا جدا ان انا اشترك مع حضرتك دكتور ايمن ومع استاذي الفاضل الدكتور حسام موافي. ده شرف كبير لينا، وطبعا يعني انا اشكر كل هذا المجهود الكبير، واقول انه انا متشكرين جدا اولا انه هذا المشروع او هذه المجهودات تقدم بالمجان التام، يعني مجهودات بدون ادنى مقابل، وده شكر ليكوا، يعني ده جهد ووقت من عمالقه كبار. لا لا ده واجب علينا. بص يا ايمن، انا عرفت اسامه من حوالي 8-9 سنين وكنا هنخش في النقابه وكده وعدلنا، لان احنا فعلا اسامه دوره تعليمي تعليمي وده اللي جمعنا، ان كان الهدف واحد ان الولاد دي لازم تتعلم. عندنا مشكله كبيره جدا في التعليم في كليه الطب، عندنا مشكله كبيره جدا هو حاسس بيها لانه استاذ ومحترم ولازم الناس كلها تحس بيها. احنا عندنا مشكله لازم تتحل ان شاء الله. ده هيبقى جهد كبير جدا. انا سعيد ان جبته. لا ده جبت على التليفون يعني، وبعدين مفاجاه ليا دي. انا هو وايه بقى يعني عارف حضرتك، انا دايما اقول ايه الدكتور اسامه محمود ده بنوره. ده بقى اللي هو عشان بس احنا برضه نبقى احنا سنه، والدكتور يعني حسام بيه حسام باشا اهلاوي، فانا بقول بقى ايه يعني اهلاوي. والله فاحنا عندنا دلوقتي الخطيب اهو بقى خطيب وعندنا ابو تريك يعني احنا عندنا ايه كل ولا ايه؟ انا هجيب لك الفرقه كلها. انا عايزين نعرف الفرقه. طيب دكتور اسامه باشا، يعني ان شاء الله بقى يعني كل تلامذتك وكل الناس هيبقى اجيال، ده احنا هناخد شعبيه في عين شمس جباره. اول محاضره الدكتور اسامه محمود هيكون معانا فيها هتبقى عن ايه؟ عنوان ايه؟ ممكن نقول مثلا يعني هبدا بالتخصص اللي هو الكرونيك رينال فيلير، او اللي هو اسمه الكرونيك كيدني ديزيز. الكلى. يعني يبقى ايه المزمن عن الفشل الكلوي المزمن اللي هو عمال يتفشى في الشعب، وعايز اتكلم عن
الحاجات الوقائيه بتاعته عشان هي اسامه بس الدكاتره ومهم للناس كمان ان شاء الله. هو يا اسامه اللي طلبوا مجلس الاداره كما عرفت من ايمن ان حتى العامه ممكن يلقطوا حاجه. احنا هنكلم الدكاتره طبعا, احنا نقدر الدكاتره طبعا, انت استاذ لكن هنتكلم باللغه اللي ممكن. انا اتعلمت منك دكتور حسام ان حضرتك بتقدر وانت بتحاضر بالناس اللي هم الخريجين الجداد, الناس اللي هم البوست جراديوت اللي هو الاطباء اللي هم اتخرجوا بقى لهم فتره, الناس العامه, الثلاثه دول بيفهموا في وقت واحد. يعني فعلا الطريقه بتاعت حضرتك فعلا هي طريقه طبعا يعني مبهره, وكل الناس عارفه كده دكتور حسام, واحنا هنحاول ان احنا برضو يعني نقرب من المستوى بتاع سعادتك ان شاء الله, ان احنا ربنا يكتب النجاح والوسط والناس كمان في نفس الوقت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا فندم. شكرا جزيلا وسهرناك معانا ومتشكر جدا جدا, يعني هيبقى سعاده وشرف كبير زيارتك لينا. الله يخليك دكتور ايمن, ربنا يخليك. شكرا يا اسامه جدا 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 على المكالمه اللطيفه دي, شكرا جزيلا والله, شرفتينا والله. طبعا السوبر ستار في مجال البطن الاستاذ الدكتور اسامه محمود, استاذ امراض الباطنيه والكلى, النجم الكبير وواحد من الكاريزمات الرائعه. البطنه محظوظه بكاريزماتها غير بقيه غير بقيه البرشات. احنا وقفنا عند الجوندس, وقفنا عند الصفر, بس قبل ما نروح لان احنا النهارده يعني هاخدين نص المساله النهارده. مين الاسماء اللي بتشكل هذا الجهد الكبير الذي طبعا يعني هقول حاجه الفكره, بس هقول نقطتين عشان الناس تسمع, لان في هجوم شديد على الطبيب المصري بدون وقع حق. اللي بيهاجموا الدكاتره بيهاجموا, احنا 320 الف دكتور, ثلاث ارباعهم مش لاقي ياكل, صح, ثلاث ارباعهم مش لاقي ياكل, والربع يا دوبك عايش, و20 30 واحد اللي هم مسوقين سمعه الناس كلها. يروح لواحد يقول له انت كشفك كذا, يبقى الدكاتره كلهم حراميه. هذا طبعا التعميم من صفه المتخلفين, صح. التعميم من صفه المتخلفين, محدش عامل مهمه جدا. يعني ما اقول لك ايه, يا ضابط شرطه اخطا, الشرطه كلها واحد غلط, يعني تتهم الناس كلها مش ممكن بالباطل يعني. ليه نمره واحد؟ هقول لك بقى اللي حصل لي اللي خلاني افكر في هذا الموضوع. بقول لك ان الطبيب المصري ده بالانجليزي هقولها لك ده سندروم, وبالناس هقول له ده يعني ظاهره, ده ظاهره. احنا كنا بناخد عربيه ونطلع على جميع محافظات وكي ابلي نشوف العيانين ونقول محاضرات. الكلام ده بقى لنا 20 سنه بنعمله. فرحنا بني سويف, فالمنيا, فاسيوط, فسوهاج, فالاقصر, الى ان وصلنا حلايب وشلاتين. العربيه وقفت, احنا واخدين مايكرو باص, كنا في الصيف وتعبنا جدا, بس الكلام ده كنت مش سني, كنت اصغر من كده ب 20 سنه. وكان معايا مجموعه سوبر اساتذه, ولا جورنان عرف ولا تلفزيون عرف ولا وزير عرف ولا كنا عايزين حد يعرف, لان هذا عمل فعلا خالص لوجه الله. فرحت حلايب وشلاتين, انا نازل من الاتوبيس لقيت لك 16 دكتور بيبوسوا فيا استاذنا وايدك, والدنيا حر جدا وعرق وحاجه فصيحه يعني, وصعبانين عليا جدا, الدنيا حر جدا كدرجه الحراره حاجه و50. فالمهم قلت لهم انا تعبان جدا عايز اوضه ارتاح فيها. فدكتور جاب لي اوضته, اقسم بالله العظيم ايمن ان الكلب ما يرضى ينام فيها. يا الله, اقسم بالله العظيم مرتبة كلها بقع, ما تفهم ده ايه ولا ايه, وما فيش تكييف, ما فيش سلك على الشباك يمنع الدبان, عيشة كرب صعبة جدا وبيشتغلوا. المهم قعدنا ثلاث ايام, شفنا العيانين وقلنا المحاضرات اللي هنقولها والكلام ده وماشي. قلت لهم يا اولاد انا ليا مقابلة مع وزير الصحة قريبة, عايزين ايه؟ اقسم بالله العظيم يا ايمن انا بكيت من اللي قالوا عايزينه. انا افتكرت هيقول عايز تكييف مرتبي يزيد. قال لي احنا عشان في مناطق نائيه بناخد 400 جنيه زياده, فمنعنا من تسجيل الماجستير.
قول للوزير يسمح لنا نسجل ماجستير. يا الله والله العظيم بكيت. ناس عايشة 400 جنيه ولا حتى يعني هو بياخد مرتبه بياخد عشان مرتبه ياخد 400 بس مقابل كده ما تتعلمش. قلت للوزير اياميها وسمح لهم بالتسجيل كله ما شاء الله. بس شوف الطبيب المصري عايز ايه مكافح. فانا كنت اروح مثلا اسيوط اللي هيسمعني 500 واحد لكن ضيعت يوم انما انا قاعد معاك هنا مليون واحد مليون واحد شافني وانا قاعد مكاني ومش من مصر ما تعبتش مش من مصر. نمرة 2 بقى قابلت واحد بيقول لي انا معايا فلوس عايز اعالج الناس. قلت له علمني الصيد بدل ما تديني سمكه. فقال لي انا مستعد اصرف على الدكاتره اللي هيسافروا. قلت له اللي هيسافروا مش عايزين منك فلوس بس انت سبورت ذم مواصلات اقامه لانهم برضو مش اغنياء قوي يعني. الراجل وافق بس المشروع فشل. انا بقالي 100 سنه امنيه حياتي ان انا اعلم الدكاتره. قابلت 3 وزراء صحه قلت لهم يا معالي الوزير شركات الادويه بتاخد دكتور اسمه كي دكتور انت جايز واحد منهم وانا واحد منهم يوديني امريكا ويتصرف لي التذكره انا وعيلتي او فرنسا واحضر مؤتمر. طيب هل دي رشوه ولا مش رشوه؟ طب ما الفلوس دي توجه لتعليم الدكاتره. البرنامج اللي نعمله ده انا بدعي جميع شركات الادويه الفلوس اللي تدفعوها للدكاتره ومؤتمرات مش انت عايز توصل الدواء لدكاتره تعالى قوله في التلفزيون. فده انا معجب جدا جدا بموافقه صاحب القناه على هذا المشروع لانه ده مشروع حلمي. وانا قاعد في مصر هوصل علمي لكل واحد في الدنيا. ده شرف كبير لينا واحنا هذا اللقاء الممتع له جزء تاني. في الجزء الثاني بقى انا لازم اسمع من حضرتك ان شاء الله في الجزء الثاني إن شاء الله. كلمتك في الدفعه التي سميت على اسمك. ايوه دفعه الاستاذ دكتور حسام موافق. كان في كلمه بس دي بقى هناخدها عشان نشوق الناس المره الجايه ان شاء الله. لكن مين الاسماء اللي هتكون موجود معانا؟ الدكتور عمر عبد العزيز هقول لك اللي اتصلت بيه ووافقوا. عمر عبد العزيز في امراض ديسه ما شاء الله يعني ده لما امراض ديسه كده. مصطفى نبيه في الرمض الله. شريف الهواري في امراض بطنه واسامه محمود احنا ولا هذه وبعدين الخمسه دول هيبقوا 50 هيبقوا ايوه لما يشوفونا يا سلام يا سلام ويعرفوا ان هذا عمل تطوعي. ونحن نشكر اولا الاداره كلها تشكركم لانه هذا العمل بالمجان ونشكركم ان حضراتكم يعني قبلتوا ان انتوا دايما انت حققت حلم ربنا يخليك. ده حضرتك عارف دكتور حلم كالعاده انت تنير كل مكان تخطو فيه وتبارك كل مكان تخطو فيه وتشرف اي مكان تخطو فيه وهذه بركه ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء. والاخلاص هي اهم صفه رايتها فيك وانا لا والله لا اقول هذا الكلام لا نفاقا لا ولا شيء من هذا ولكن انا وجدت اخلاص. انا عرفت من لقائي معك دايما معنى كلمة ربنا سبحانه وتعالى معنى الحديث الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا ويعني منتظرين شيء رائع جدا هيعلم أطباء مصر. وأنا نفسي النهاردة خدنا النص الأول في الليفر فانكشن حاجة صعبة حاجة قوية جدا جدا. الأسطورة الكبيرة الأستاذ الدكتور حسام موافي كان في الناس الحلوة. خليكم معنا سهل. ازاي الليزك بيعمل تصحيح الابصار؟ طريقه الليزك اساسا هو باختصار بيشكل سطح القرنيه. البني ادم اللي بيكون نظره ضعيف شويه او يعني حسب التصنيف بتاعه دايما بيحس ان هو مش طبيعي ناقصه اي حاجه عن اي بني ادم طبيعي. احنا مش ضد اللانسز، احنا ضد الاستخدام الخاطئ لللانسز. هو ممكن يكون مثلا حاسس بالم ضغط خفيف قوي مع التوتر هيحس ان هي حاجه كبيره قوي. طريقة الليزك أساسا هو باختصار بيشكل سطح القرنية. ازاي اعمل حاجة في اي مكان؟ لازم اعمل حاجة اسمها سيرش.
في ناس كتير بنفضل وبنصر ان هو يتعمل الليزك بالفيمتو ليزر مش الليزك العادي. دايما الثقافة مرتبطة معايا بسؤال الناس عن نسب الامان. فلازم يبقى عارف مسبقا الخطوة اللي جاية فيها ايه وهيحس بايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الامريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الامريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الامريكية لاصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. اهلا بكم، اسمحوا لي طبعا ان انا ارحب بضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة وكما اقول دائما الكاريزما الكبيرة قديرة في هذا المجال وضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد عساف. اهلا بيك. اهلا وسهلا. منور دكتور احمد. اهلا بالناس الحلوة. اهلا بيك. اهلا بيك. انا عايز اسالك سؤال الاول عام قبل ما ادخل على الليزك وتفاصيله، هل ترى انه الناس عندها ثقافة الكافية لفهم تصحيح الابصار ودور الليزك في تصحيح الابصار ولا لسه قدامنا شوط كبير في تثقيف الناس في المجال ده؟ احنا في نص الطريق. يعني في احسن اكيد من الاول، في ناس بقت عندها دراية كافية دلوقتي بالليزك وعملية تصحيح الابصار، وفي ناس لسه ما عندهمش حاجة خالص. فاحنا في نص الطريق، ان طبعا وجود البرامج التثقيفية زي الناس الحلوة، وجود الانترنت، وجود اليوتيوب، الفيسبوك في بعض الاوقات، في ناس كتير، الويب سايتس طبعا، ناس كتير بقت تطلع على المعلومات الموجودة وبتتثقف طبعا وبتعرف الجديد في الليزك او عملية تصحيح الابصار او في الطب عامة. يعني لو في ناس لسه كسلانة شوية صغيرين او ملهاش او في الموضوع ده وبتحاول، يعني نحاول نساعدهم ان هم يفهموا شوية. النهاردة يوم مهم جدا، معانا حالة رونا بنت جميلة لها قصة مثيرة، لكن قبل ما نروح لرونا حتة بس توضيحية، ازاي الليزك بيعمل تصحيح الابصار؟ طريقة الليزك اساسا هو باختصار بيشكل سطح القرنية. يعني القرنية اللي هو الجزء الخارجي من العين ليه تحدب معين، احنا بنشكل بنغير التحدب ده بحيث نخلي الاشعة، نغير مسار الاشعة اللي جوه العين وتيجي على مركز الابصار في الشبكية بالظبط. بس ده اسمه ليزر، كان زمان اسمه ليزر سطحي، ان هو ننزل شعاع ليزر على سطح القرنية وخلاص. كان بيسيب قرحة في القرنية والعيان بيبقى يحس بحرقان وشكشكة في العين فترة 4-5 أيام وزغللة في عينيه لمدة 2 أسبوع، كانت فترة النقاهة بتبقى عصيبة جدا على المريض. فالليزك دلوقتي لا، بنشيل القشرة الخارجية بتاعت القرنية وبقينا نشيلها حتى بالفيمتو ليزر، ما بقيناش نشيلها بالمشارط عشان الدقة. القشرة الخارجية دي اللي هي الطبقة الحساسة بتاعت الأنسجة بتاعت القرنية بنشيلها خالص، ينزل شعاع الليزر يصلح عيوب الابصار بالشكل اللي احنا عايزينه، سواء طول نظر او قصر نظر او استجماتيزم كمان، وبعدين نرجع القشره دي تاني اللي هي فيها طبقه الاعصاب الطرفيه الحساسه، فالمريض ما بيحسش بالم شديد بعد العمليه، يمكن يحس شويه حرقان او شكشكه في العين لمده كام ساعه كده وخلاص. ومفيش بقى قرحه كانت في القرنيه زي ما كان موجود ايام الليزر السطحي، وفتره النقاهه بتبقى قصيره جدا والمريض يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي ابتداء من تاني يوم تقريبا على طول. ده هيدخلني للقصة المهمة بعد، يعني من شافها اعتقد ان الحوار هياخد منحنى اخر، لكن تعالوا نفتكر مع بعض رونا هي احدى الحالات التي تم عمل الليزك لها، لكن نشوف بداية هذه الحالة كانت ايه وكلامها في الاول كان عامل ازاي، لان النهاردة هنلتقي مع رونا هنا في الاستوديو عشان تحكي لنا القصة بنفسها. تعالوا نشوف مع بعض. تقلع عينيك بأربع إذنك. أنت عايزة تعملي ليزك؟ لا أنا فاهمة، مش كده؟ عايزة تقلع عين نظارة. طب إحنا هنعمل فحوصات دلوقتي نشوف ينفع لك ليزك ولا لأ. ونجاوبك على سؤال تاني، نشوف إذا كان أنهي مستوى من الليزك ينفع لك، لأن عندنا مستويات من الليزك. أنا هتكلم معاك لما نخلص ونشوف كل حاجة. آخر مرة كنت واصل على ليزك من إمتى؟ من 7 سنين مثلا. مرة خلاص. أهم حاجة ما تبقيش لابساها قريب علشان دي بتلخبط الفحوصات بتاعتنا. بعد العملية أنا أشوف لك بس دلوقتي قاع العين. قلب العين دي هتبص على ودني أنا هنا أهوت لو سمحتي. أوكي هايل. قلب العين دي هتبص على ودني هنا أهوت. ممتاز. هنعمل لك دلوقتي فحص صغير ونشوف القرنية بتاعتك اللي احنا هنعمل عليها عملية الليزر
هنشوف هي مناسبة للليزك ولا لا، وزي ما اتفقنا هنشوف حاجة اسمها تشوهات بصرية عشان نحدد ايه اللي هينفع لك، اي مستوى من الليزك هينفع. حط عينينا هنا اهو، نثبت اللي بقى عينينا، نثبت ممكن تغمضي عينيك راسك حبيتي، تمام. هنبص نبرق بشويه صغيرين، نفتح علينا اكثر، غمض عينيك يا جميل، نشوف بقى النظر بتاعك اخباره ايه. مين الاوضح تاني؟ ال 24 اوضح ولا 22؟ ودلوقتي؟ 2 كده احسن شويه صغيرين. اوكي هي. ماشي تمام. ماشي مبروك، ينفع لك ليزك بقى. تحبي تعملي العمليه امتى؟ قريب ولا بعد شويه؟ لا لا قريب، بس انا عندي شويه مخاوف منها. في فتره من فترات العمليه حوالي 20 30 ثانيه في خطوه من خطوات العمليه ممكن تحسي بضغط خفيف على العين لمده 20 30 ثانيه في كل عين. العمليه النفسيه بتاخد لها حوالي 10 دقائق في كل عين، يعني ممكن ربع ساعه او ثلث ساعه بتكون خلصنا عينينا الاثنين. بتخرجي من اوضه العمليه بيبقى عندك اربع حاجات، عينيك يعني بتبقى حمرا شويه صغيرين، بتشك وبتدمع كان في حصوايه او رمش داخلين جوه عينيك، كان في حاجه بتشك كده، مش وجع بمعنى وجع، مش هتبقي شايفه كويس، مش هتبقي شايفه كويس، يعني معناها مش هتعرفي تسوقي العربيه وانت مروحه من المستشفى. ده مستمر لوقت قد ايه؟ اربع ساعات، احنا ما بنغطيش العين. هنا اديكي نضاره كده غامقه تلبسيها عشان الشمس ممكن تضايقك شويه صغيرين وانت خارجه. مفيش موانع، تقدري تتفرجي على الكمبيوتر، تقدري تتفرجي على التلفزيون، اهم حاجه ما تدعكيش ايديكي في عينيك. في بعض الناس يسالوا اوطي ولا ما اوطيش؟ لا اوطي زي ما انت عايزه. تقدري تروحي الجيمنيزيوم بتاعك بعد يومين، ترجعي شغلك، مفيش موانع، ترجعي شغلك تاني يوم بعد العمليه، تاني يوم تقدري تسوقي العربيه بتاعتك. بالنسبه للعمليه نفسها ينفع لك، عملنا الفحوصات وقلنا ينفع لك الليزك. عندنا مستويات من الليزك، انت اللي ينفع لك ان احنا عايزين نصلح الاستجماتيزم اللي عندك، وعايزين كمان نديكي عمليه تديكي امان عالي، فهنعمل لك فيمتو ليزك وهنعمل كاستم كاستم عشان بنصلح الاستجماتيزم اللي عند حضرتك. انا لو عملت العمليه هرجع تاني للنضاره، ولو رجعت لها هرجع لها بعد قد ايه؟ بناء على الفحوصات بتاعتك بنشوف ان النظر بتاعك ثابت والقرنيه بتاعتك كويسه، فبالتالي مش متوقع ان نظرك يضعف في المستقبل. مقاساتك مناسبه، سنك مناسب لعمل العملية، فحوصاتك بتقول ان انت ينفع نعملك ليزك بامان مفيش مشكلة، فمش متوقع ان انت ترجعي تلبسي نظارة تاني بعد العملية. لكن بعد سن الـ40 زي اي حد تاني بعد سن الـ40 بيحتاج نظارة للقراية. أي أسئلة تانية؟ هو أنا خايفة أكيد كمان. لا ما تخافيش، هو الخوف ده شيء طبيعي، ما هو شيء طبيعي إن أنا خايف لأن هعمل عملية في عينيا، بس أهم حاجة إني أعملها بتكنولوجيا عالية بمكان كويس، لازم الخبرة ليها عامل كبير. لكن انت بعد العمليه هتحسي ان الوضع بقى مختلف خالص. كتير جدا بعد العمليه بيقولوا يا ريتنا عملناها من زمان، وانا مستني ان شاء الله هسمع منك الكلمه دي بعد العمليه. الحوار مع المريض مهم جدا قبل العمليه، صح؟ اكيد. هتقعد مع المريض قبل العمليه كتير، مش هتقعد معاه بعد العمليه خالص. مش هتتكلم مع المريض قبل العمليه، هتبقى عندك اسئله بقى كتيره جدا بعد العمليه، وفي صبغه شك، وليه يا دكتور، وليه حاسس ومش حاسس، وحصل ايه وما حصلش ايه، مع ان ممكن جدا يكون اعراض طبيعيه جدا بعد العمليه، شويه حرقان او شكشكه. لو المريض ما تنبهش او ما قلنالوش مسبقا ان هو ممكن يحس بشويه حرقان شكشكه لمده كام ساعه، هيبقى شاكك ان العمليه بتاعته فيها مشكله. فبرضو احنا احب اوجه رساله من منبر برنامج الناس الحلوه، ان مفيش داعي ان احنا نسهل قوي الامور خالص للساده المشاهدين. انت هتخش هتقعد كده هتلاقي شعاع ليزر وطلعت شايف الدنيا 6 على 6 وخلاص. لا هي دي بروسيجر وليها اجراءات معينه وفيها تعقيم، وهتخش اوضه عمليات وهتمدد تحت الجهاز وهتكون صاحي صحيح. الاجراء بسيط لكن ليه قواعد وقوانين لازم تتعمل، وممكن هي زيها زي اي عمليه تحس بشويه الم خفيف، حرقان، شكشكه بسيطه بعد العمليه بتروح بعد كده. فلازم نفهم المريض كويس قوي، يناسبك ايه في العمليه، هتحس بايه، هتشوف ايه، مش هتحس بايه، الكلام ده كله. رونا هتكون معانا، هنشوف العمليه، ورونا بعد العمليه هتكون معانا ضيفتنا العزيزه في حوار اعتقد سيكون اكثر
يعني من ساخن، لانه المريض نفسه هو او المريضة نفسها هي اللي هتحكي تجربتها الشخصية. تعال نشوف العملية ونستقبل رونا. متوترة بس اكيد مبسوطة. يا رب. هتقلعي النضارة؟ مستعدة تقلعي النضارة؟ دي النضارة بتاعتك كده خلاص، دي هتنسيها بقى كده، اهوت بقت جزء من الماضي. اوكي هنرميها؟ اوكي اتفضلي. كل خطوة هشرحها لك بالتفصيل علشان تبقى انت عارفة بالظبط التفاصيل ايه. في نور ابيض حلقات كده، وقت هتبص في وسطيها في حلقة سودة، عينك عليها لو سمحت. اوكي يبقى على العين دلوقتي، ده طبيعي جدا. دي اصعب خطوة في العملية، ثواني هنخلص. برضه نفس الكلام دي نشبرها، هنبتدي دلوقتي نتنقل تحت جهاز التاني. اوكي سلامة. الحمد لله على السلامة. ايه الاخبار؟ يلا كنت عايلة عايل ترجع مرة شوية صغيرين. يلا حط عينينا كده لهوت. نفس الكلام هنعمله الناحية التانية. سيبيه كده بعد اذنك، خليها كده قدام عينيكي. هنبص بالعين اليمين الاول. طبيعي جدا ان الدنيا تكون زغلله معاكي شويه، النهارده اول يوم بعد العمليه. قولي لي شايفه العلامه اللي فوق مفتوحه فين؟ ممتاز. العلامه اللي فوق مفتوحه فين؟ كويس قوي. العلامه اللي فوق مفتوحه فين؟ تحت. واللي في النص؟ واللي تحت؟ فوق. هاي الحمد لله على السلامة. الله يخليك. لا خالص كنت هايلة. تمام. ألف مبروك، الحمد لله على السلامة. المخاوف اللي كانت عندي بخصوص عملية الليزك، مش عارف امارس حياتي الطبيعية، مش عارف اسوق، مش عارف اقرا. بعد العملية الدنيا بقت طبيعية خالص. غالبا كل اللي عملته او كل اللي احتاجته ان انا ريحت يوم واحد بس في البيت، طبعا مع التعليمات اللي الدكتور كان بيقول لي عليها، ما ينفعش ادعك في عيني، لازم امارس اطارات معينة، كورس معين يعني. بعد كده بقيت اسوق براحتي، اقرا في اي وقت، نزلت شغلي، حسيت ان انا بني ادم طبيعي زي اي حد، مش شايله هم نضاره وان هي تتكسر وان هي بشوفش وان هي الحاجات دي كلها. لا الموضوع فعلا فرق معايا شخصيا، بقيت شخص طبيعي. احب اشجع اي حد ان هو يقبل على عمليه الليزك. لا طبعا مختلفه، totally different. طبعا انضمت لنا مدام رونا. اهلا بيكي مدام رونا. اهلا دكتور. اهلا بيكي دكتور احمد. اهلا وسهلا. الحقيقه العمليه، اثناء العمليه نفسه وحوارها كان حوار مهم للغايه. انت احكي لي القصه من الاول عشان اوصل بس ليوم العمليه. مايوبك نظره ضعيفه. عندها قصر نظر. عندها قصر نظر. احكي لي بقى قصه دي. قصر الفكره كلها، البني ادم اللي بيكون نظره ضعيف شويه او يعني حسب التصنيف بتاعه دايما بيحس ان هو مش طبيعي، ناقصه اي حاجه عن اي بني ادم طبيعي. احنا كبنات بتفرق معانا شويه في الميك اب، شويتين ثلاثة اربعة. كتير الحقيقه. كمان تحديدا لما بيكون في مناسبات بتبقى كارثه من الكوارث، بنضطر بقى ان احنا نحط لينسز وعبال ما نتعود عليها ونقلعها ونلبسها وحاجات كده. الموضوع كان مؤلم
عامل قلق بطريقه مش طبيعيه، دايما حاسه ان انا في حاجه غلط ناقصاني. ففكره ان انا يعني اقبل على الخطوه دي كانت بعد تفكير عميق، وهل بقى مناسبه ولا مش مناسبه، والمخاوف والاسئله وبعد واثناء العمليه وقبل العمليه، كل الحاجات دي كلها كانت للاسف كانت عامله عندي شويه دوشه كده. وخصوصا ان اللينسز دي لو بتتلبس ساعه لما بتتلبس بهتك خيبوكيد، لا يوم ابيض لا يوم اسود، هي ماساه، وخصوصا لو بتتحط بعد ميك اب كمان. بجد اللينسز لو في حاجه دخلت ولبستها بقت فورين بودي، بقت اليوم خلاص انا لا هعرف اشتغل ولا هعرف استمتع ولا اليوم ده في احتفال، غير ان عيني هتحمر هيبقى شكلي اساسا يعني ايه مدمن مخدرات، مش مدمن عادي، مدمن اعور، هتلاقي عين حمراء وعين ثانيه. في ناس بيجي لها قرحه في القرنيه من مره واحده بس، يعني يلبسوا العدسات مره واحده بس، يحلفوا ان هو العدسات لبسوها مره واحده بس، ويجي لهم التهابات في العين. وساعات قرح في القرنيه دي انواع كتير ما بنعرفش نعالجها، وتخش في سكه بقى ثريه قرنيه وشغلانه يعني سحابات على القرنيه، مشاكل ضخمه جدا يعني. يعني هي مش محتاجه اكتر من مره واحده بس. احنا مش ضد اللينسز، احنا ضد الاستخدام الخاطئ لللينسز. للاسف مفيش يعني 99% من اللي بيلبسوا لينسز بيستخدموها بطريقه خاطئه، بيناموا بيها، ما بيعقموهاش مظبوط، ما بيغيروش اللينسز في المواعيد المناسبه بتاعتها، زائد ان جونا برضو جونا وحش قوي. موضوع احنا جونا والتراب اللي موجود في كل حته، وتغسل ايديك بصابونه تكون الصابونه اساسا مصدر تلوث. عايزه تتغسل. الصابونه نفسها محتاجه. احكي لي بقى وبعدين. بعدين صحابي نصحوني ان انا كان من ضمن يعني الـ 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 الحاجات المعروضه عليا ان انا اروح عند دكتور احمد. للامانه انا عملت سيرش وسالت كذا حد اوريدي جرب وراح عند دكتور احمد. اوكي خلاص يعني خلينا نجرب، وان كيس ان انا شفت كذا حاله قبل كده ونجحت وجابت نتيجه. ده ذكاء. ده السيرش، هو ده اللي احنا بندور عليه طبعا، اللي هو ازاي اعمل حاجه في اي مكان، لازم اعمل حاجه اسمها سيرش. مظبوط. انت كده درستي حاجه اسمها السيرش او البحث الصحيح والانتقائي، بيسموه البحث الانتقائي. مزبوط. انا هشتغل عند مين؟ لازم اشوف الاول سبق الشغل، سبق العمل ايه. تمام. اصل هي الفكره كمان ان انا بعمل حاجه مهمه في حياتي، يا ثابت يعني يا صابت يا خابت زي ما بيقولوا، فلازم البحث عنها قبلها دي لازم ياخد وقت بطريقه طبيعيه. بس رحت عند دكتور احمد، يعني حسيت اول كده الوهله الاولى مفيش خوف مفيش رعب، طبعا قلقانه وخايفه، بس مش وهله ان انا لا يعني كده، لا الدنيا كانت هاديه جدا، كان في رقي في التعامل. انا مش بعمل دعايه على فكره، بس فعلا انا بيفرق معايا الموضوع مع بني ادمين ان احنا نتعامل بطريقه راقيه افضل من ان انا داخلين شغل وخلاص. لا حسيت ان الناس حتى هناك مدربين ان هم يتعاملوا مع المريض اللي داخل ده، ليه مواصفات معينه ولازم يتعامل بطريقه معينه. للامانه الناس دي كانت بروفيشنال في كده، كل ده كان قبل التجهيزات اللي كانت قبل ما اخش عند دكتور احمد. وكنت عارفه ان انت ممكن يتقال لك لا انت ما ينفعكيش ليزك قوي، ما ينفعك ليزك، كنت فاهمه الحته دي؟ كنت فاهماها طبعا، عشان في مستويات كتير. وفي مستويات في النظر نفسه، هل القصر ده يعني ليه كذا تايب كده معين. هم للامانه كانوا من الاول عملوا التيست وعملوا كل حاجه. كنت فاهماها قبل ولا فهمتيها لما قابلتي؟ لا ما انا عرفت بقى هو بيعمل ايه. في ناس احيانا في مش بس في العيون، في كل انواع فروع الطب، بل انه مش في فروع الطب، في الحياه ممكن يتحدث باسلوب معين تبسيطي جدا 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 فيخل من الامر قيمته. وفي ناس تصعب الامور او تسودها او تخليها مور زان، لا تتحمل الضغط النفسي فيها. ده في السياسه، في الطب، في الحاجات دي كلها. خلينا في العيون. أوكي. العيون في ناس بتتكلم على العمليه دي وكانها قطره، كانها شكل، كانها قطره بالظبط. وفي ناس ثانيه بتتكلم بتفاصيل قد يعني بتوضحها وهو الى اخره، وتشرح الموضوع زي ما بيتكتب في كتب طب. في الحالتين انا شايف ده اكستريميتيز غير مفيد بالنسبه للمريض. انت مثلا على سبيل المثال انا هتكلم في حته مهمه قوي في العمليه، الالم. اتشرح لك هل هناك الم في العمليه؟ ما فيش الم في العمليه. احكي لي حكايه الالم، لان الناس كتير اول كلمه فيها هتقول لك بس مش عايز تتالم، مش عايز اشوف الم. ما فيش حاجه اسمها. احكي لي بقى. هي الفكره دكتور احمد لما رحت قعدت معاه واول انترفيو كان بينا، قال لي هو مبدئيا هيبقى في الم، في تقل بسيط على العين مش هيتعدى الثواني لكل عين. هيحصل يعني، هيحصل الم
وحكى لي هيبقى شكله ايه عامل ازاي ومدته قد ايه. في تقل بسيط ضغط على اللي. يعني ضغط حاجه كده بسيطه كان عينيا نفسها دي في خطوه من خطوات العمليه ممكن تحس بضغط خفيف على العين و يعني مش الم حقيقي لا لا, لا لا هو بيختلف بقى من شخص للتاني ان على حسب البين ثريشولد يعني هو هيحس بالالم فين. فممكن في بعض الناس ما بيحسوش بالم خالص واحنا قلنا اتكلمنا قبل كده مع شادي شادي ما حسش بحاجه خالص يعني قلت له انت هتحس بضغط على العين فبعد ما خلص قال لي فين الضغط انا مش حاسس بحاجه قلت له احنا خلصنا. فدي بتختلف من شخص للتاني هي بس حبنا جدا جدا شادي العربيه عدت على رجلي مش هيحس فهي بتختلف من شخص للتاني البنات بالعكس البنات بالعكس عندهم ما بيحسوش بالالم زي قلت لي قبل كده ان البنات عندهم قدره تحمل وجرأه على الالم دي اكتر بكتير من الرجال بكتير وكل ما الراجل يكون عنده عضلات وطول بعرض بيبقى يعني مرعوب اكتر يعني المهم هي بتختلف من شخص للتاني على حسب درجه التوتر بتاعته. فمهم جدا ان انت تنزل بالتوتر بتاع المريض لاقصى مستوى ممكن تحت خالص بحيث يبقى هادي الى حد ما. هو ممكن يكون مثلا حاسس بالم ضغط خفيف قوي مع التوتر هيحس ان هي حاجه كبيره قوي فده ممكن ينفعل ويحصل يعمل حركه مش مظبوطه فتخل بسلامه العمليه نفسها. فلازم يبقى عارف مسبقا الخطوه اللي جايه فيها ايه وهيحس بايه. الضغطه دي من ايه؟ من حركه الجهاز ولا لا؟ الضغطه دي بس ان في الفيمتو ليزر هو شغال بيعمل القشره الخارجيه لازم العين تكون ثابته فالجهاز بينزل بيعمل ساكشن بيعمل فاكيوم بيمسك في العين بيمسكها يعني هي زي ما كنا انا بمسك عيني كده بضغط بالظبط بيمسكها لمده 8 ثواني دي اللي ممكن انا باكد واحط خطين تحت كلمه ممكن تحس بضغط في العين ممكن ما تحسش بحاجه خالص. انتوا نورتونا النهارده وسعدت بهذا اللقاء سعاده مطلقه وحوار مثير وممتع وتجربه انسانيه رائعه جدا. مبروك يا مدام رونا على رونا من غير نظاره نورتنا يا دكتور احمد الله يخليك وسعدت طبعا دائما بزيارتك الكريمه. ما ننساش انه مثلا في ناس النظاره ارتبطت بيهم وزي ما انا قلت لكم كان نفسنا نشوفهم في حياتهم الفنيه من غير نظاره زي ما انا قلت لكم فؤاد المهندس عبد المنعم مدبولي الناس دي كلها النظاره كانت مهمه جدا او بقى جزء من شخصياته معاها طبعا ما نقدرش نتخيله من غير نظاره لا طبعا بس يعني انا في رايي انهم اكيد كانوا متضايقين من في مطربه رائعه جدا اسمها عزيزه جلال لو فاكرها تلبس نظاره تلبس نظاره اعتقد انها كانت هتبقى اجمل كتير جدا أكيد. من غير نظاره اكيد كتير يعني أكيد. نورتونا وخليكم دايما مع ناس الحلوه. الرساله اللي انا هقولها دلوقتي في الحبل الشوكي الحق قبل ما تدخل في الضمور لو حصل الضمور مش هتلحقه تاني. الغضاريف تأكلت والفقرات تأكلت والرقبة بتتحرك فالرقبة اتحدفت لقدام كانت بنوتة عندها وجع في رقبتها اتشدت الرقبة اتكسرت الرقبة اتفرتكت الرقبة ده الطب البلدي ده مين اللي شدلها الرقبة؟ المجبرات الحملك الحبل الشوكي كلام في منتهى الغرابة ولا يمت العلم في نصب علني. كيروبراكتيك هو ايه؟ طقطقة المفاصل بس علم اعرف المفصلة واتجاه الحركة بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش ظهري بيوجعني. اللي عمود الفقري النهارده ما عادش زي زمان لان قوته بقت اضعف. مشاكل العمود الفقري اعراضها غامضه، العصب مش هيديني فرصه ان تفضل فقره تنزلق والغضروف يتاكل وهو يفضل عايش معاك. الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره. عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. خلينا أقول لكم إن في جزء في الجسم كلنا بنعامله بطريقة غلط خصوصا في مصر، الرقبة. وأنا لا أستثني نفسي من التعامل العنيف جدا مع الرقبة، كلنا واحنا بنتكلم لازم نحرك رقبتنا تحريكه غلط. كثير من الناس بيقعدوا يعملوا حركات بالرقبه فيها نوع من الفليكشن او التاني المبالغ فيه. النوب الغلط
مشاهدة التلفزيون وانت نايم، انت قاعد نايم بتفرج على التلفزيون. مخدتنا مش جيدة، في ناس بتنام على مخدات من 20 سنة المخدة نايم عليها، هو متفائل بالمخدة دي. مخدات، في بقى مخدات بيبالغ في انها تبقى سوفت قوي فتلاقي الدماغ مغروسة فيها قوي، او هارد قوي جامدة قوي فتلاقي رفع الدماغ في حتة وسايبة حتة. احنا بندور رقبتنا بكل الاشكال، احنا اللي بننام في العربيات، يعني كلنا بتنام ازاي في العربية؟ عندك حاجة تقي الرقبة وانت نايم بحيث انها تسبورت؟ لا ما عنديش. واللي عنده واللي جايبها هي اساسا مش جيدة، فتلاقيك نايم وبرضه الرقبة رايحة في حتة غلط، وتلاقي مع المطب الرقبة اتنطرت. احنا بندور رقبتنا، وبعد كده بقى الرقبة بقى من الحاجات اللي نقدر نقول عليها ايه؟ عارف بتتلكك. انا بقى لو جيت نظرت للرقبة نظرة حوار هلاقيني مضطر اقول لها كده انت بتتلككي، هي فعلا بتتلكك ضعيفة جدا، اي حركة نص كم معاها ممكن تضرها جدا. عشان كده النهاردة الحوار عن الرقبة والغضروف العنقي ومخاطره، لانه في المنطقة دي في حاجة اسمها الحبل الشوكي. اذا الغضروف العنقي والحبل الشوكي هو سيكون منطلق حوارنا اليوم مع ضيفي العزيز الخيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير اكاديميا وعلميا واكلينيكيا طبعا، الضيف الكبير الاستاذ الدكتور محمد صدي هويدي. اهلا بيك يا استاذنا. اهلا حبيبي دكتور، منورنا يا فندم. انا لامح بعيني كده ان انت ايه يعني مبسوط من الصراحه اللي انا فيها حقيقه. ايوه اخطاء كبيره كثيره بنعملها في الفرق. طبعا يعني كلنا، بس يا اصل احنا لنا خواص مع الرقبه. انت عمرك شفت في اي حد في الدنيا مكان في الدنيا الناس اللي بتشيل على راسها؟ لا احنا بس احنا والهند. احنا الدول العالم الثالث كده، الهنود والافارقه بعضهم بعضه. يعني كميه الشيل على الراس، طيب بتشوف كتير جدا اللي بيشيلوا على اكتافهم برضه دلوقتي؟ طبعا مش اللحمه عندنا عندنا كتير قوي اللي بيشيلوا وتعلق، يعني احنا حاجه مشكله. والناس دايما تقلها ان الشيل على الكتف ملوش علاقه بالرقبه. يقول لك ده اصلا عوجها كده وشايل وبتضغط هنا كل الاربطه وكل العضلات اللي ماسكه الرقبه ماسكه هنا. الرقبه غريبه جدا، يعني لما تشوف الرقبه هي الرقبه واقفه فوق كتفين مش كده؟ المفروض بقى يعني علشان دي تقف ونبقى مركزين لازم تكون عضلات جايه كده 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 نازله كده، يعني نكون عاملين زي لها زعانف كده ماسكه، بس ده مش بيحصل. فالرقبه القاعده بتاعتها تحت وممتده بقى وشايله الراس الجميله اللي فيها المخ وفيها كل الحاجات الخطيره جدا دي. وحضرتك طول الوقت طبيعه شغلنا، يعني ابدا من اول الاطفال الصغيره وهو قاعد، شوف بيقعد ازاي على مكتبه، ان كان بيقعد على مكتب اصلا ولا، شوف تصميم التخته بتاعته في المدرسه، شوف تصميم البورد بتاعته، طريقه استخدامنا التكنولوجي الجديده في الموبايلات واستخدام الموبايلات والتاب، ويبقى نايم ياخد وضع الولاده بقى ورقبته وراسه تبقى ما بين رجليه ويبقى قاعد متني. الحركه الزايده بقى الطبيعيه بتاعتنا اللي بنتكلم في وقعات وفي مطبات وفي تانيه في الرقبه وقاعدين طول النهار كده. طبيعه العمل عندنا ما عندناش ساعات محدده، في ناس بتشتغل 12 ساعه في اليوم 14 ساعه في اليوم قاعد بيكتب يا عيني، او قاعد موظف وخاصه يعني اخص بالذكر. الاخوه الافاضل اللي هم بيشتغلوا في البنوك مثلا او بيشتغلوا في اعمال كتابيه 12 ساعه يعني بيدخل ويتقفل على الباب كل الناس تعدي تخلص وهو قاعد محبوس لحد ما يخلص بالليل. يعني بعد حتى انا كنت متخيل مجرد ما الباب بنك قفل لا 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 هم خلصوا. لا ده مكملين لسه مكملين، ده بالبنك بيخلص الساعه 5 وهم بيخرجوا من البنك الساعه 9 بالليل. المعلم اللي بيعلم الاجيال وبيعلمهم ازاي يبقوا حياتهم كويسه ده عشان يقعد يصحح وكميه الورق. الموظف الحكومه اللي هو حياته كلها ما بين دفتر قديم بيدور فيه ودفتر جديد بيسجل عليه. يعني استخدام الرقبه عندنا استخدام خاطئ جدا. والوقفه في الميكروباص، في ميكروباصات انا ناس بتطلع تقف فتروح تانيه رقبتها كده عشان خاطر تلاقي مكان بقى سقف الميكروباص فتلاقيها قاعده واقف كده والرقبه وطول السكه بقى بص الخبط ده ناس كتير قوي يعني في في السينما تبص تلاقي ناس كتير عامله المشهد ده. كان في فيلم اسمه كباريه، فيلم كباريه يعني اتعمل المشهد ده، حد واقف كده وعمل رقبته كده اهوت حتى مع المطب. يعني كان الجميله الفنانه الجميله بدريه طلبه في المشهد فبتقول له لا الميكروباص يقف ما تقعش، كان مشهد كوميدي فيلم كباريه. الوقفه دي تكسر الرقبه.
حقيقة. وبعدين الرقبة فيها حاجات كتير جدا. يعني الرقبة جواها زي ما حضرتك قلت الحبل الشوكي. الرقبة فيها الشريانين الرئيسيين اللي بياخدوا من القلب الدم عشان يوصلوا للمخ. الرقبة دي شايلة المخ. الرقبة دي فيها القصبة الهوائية اللي بتدخل الهواء ينزل في الرئتين ويطلع الأكسجين يغذي الجسم. الرقبة دي فيها مصادر الحياة، الأكل والشرب بتاعتنا، مش كده؟ احنا بنبلع عشان ينزل يوصل للمعدة بتاعتنا، هيعدي فين؟ في الحتة دي. عشان كده دايما لما يبقى عندك أزمة في أي حاجة يقول دي عنق الزجاجة، جت بقى حتة مزنوقة زي الرقبة، شبيهة بالرقبة. الرقبة فيها حاجات كتيرة جدا، وهنا خطورة الرقبة، لأن التأثير بتاعتها مش بيبقى تأثير فقط على إن عندي شوية وجع، لا، ده ممكن الموضوع يبقى يتعدى الألم إلى حاجات كتيرة جدا، إعاقات في 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 مناحي الجسم بتاعنا. هننزل بقى إلى حوارنا في الرقبة النهاردة أو في العنق، يعني في الجزء الأول مهم قوي، الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الانزلاق الغضروفي المتعدد، لفظ جديد على عقول الكثيرين، لكن أكثر من غضروف انضرب في الرقبة يمكن أن يصل بالإنسان إلى مرحلة الشلل وعدم القدرة التامة على الحركة. أبيض أسود أم رمادي؟ هو للأسف يعني هو طبعا حاجة مش حلوة أبدا، بس ده هو ده الحقيقة بقى، أبيض يعني ده موجود، لأن احنا عندنا ناس كتيرة جدا بتبقى أول ظهور لهم عند الطبيب لما يبقى عنده 3-4 غضاريف. طب تسألوا الموضوع ده، ما أصلا أنا بقالي سنين وبيجيلي وجع وبريح نفسي بطقطق رقبتي، بدلكها، بعمل قربة، بستعمل شوية علاج طبيعي، جلسات، أو رحت للمجبرات وطقطق رقبتي وشدها فكت شوية ويرجع بعد شوية الألم بيعودني تاني، مرة في التانية في التالتة، لحد ما وصل النهاردة بقى الألم مش قادر أنام منه، واخد رقبتي، نازل في كتفي، نازل في صوابعي. والرقبة سبحان الله تركيبها غريب جدا، الأصفر ده هو الحبل الشوكي. الرقبة بتتحرك في كل الاتجاهات، قدام وورا وبالجنب شمال ويمين، وتطلع فوق وتنزل. الحركات بتاعتها دي مش جاية من فراغ، لأن في غضاريف ما بين الفقرات وبعضها، والغضروف بقى رايح جاي معانا. طب علشان يروح ويجي معانا لازم يبقى طري. الغضروف الطري ده هيسمح بهذه الحركة. طب لو الغضروف ده بقى زي الخشبة، بقى زي الزلطة، بقى زي السيراميك، الكارثة جاية. هيحصل ايه بقى؟ ده الغضروف بتاعنا. الغضروف مكون من جزئين، احنا عايزين نبين ان الرقبة قد ايه خطورتها في تركيبها. يعني الغضروف مكون من جزئين، جزء خارجي اللي بنسميه الانلس فيبروزس، او الجزء الليفي او الكفر او الغلاف اللي بيغلف الغضروف او غشاء الغضروف. ده لو انفجر المادة الجوه اللي كان لونها بنفسجي دي اسمها مادة جيلاتينية، تبدأ تخرج بره. نيوكليس بالبوزس. النيوكليس بالبوزس. النيوكليس دي جوه الغشاء دايما طرية. أول ما تخرج بره عامل عارف زي الأسمنت كده، لو هو يبدأ يتحط على الأرض يبدأ ينشف. بيتصلب، بيتكلس. أول ما يخرج بره يتكلس. أول ما يلمس الهواء يحصل التفاعل بتاعه جوه دي بقى، أول ما تخبط في سوائل الجسم يحصل كده. عندك الحبل الشوكي طالع منه العصب. العصب عندنا نوعين. في عصب حسي وعصب حركي. من رحمة ربنا ان العصب الحسي هو القريب قوي من الغضروف، فعشان كده اول ما الغضروف يكبر يديك وجع، الارم، انذار، الحق، خلي بالك ده انت عندك مشكلة. اصل لو اهملت ده شوية هيتحول يضغط على العصب الحركي. هنا الغضروف حصل معانا غضروف، بدأ يضغط على العصب، الايد بدأت يسمع يضرب في الايد، لان هو بيبقى ماشي كده، يبدأ الالم هنا ينزل في الكتف. ساعات العيان يقول لك انا رقبتي شو بحركها، زنبلك، ما فيش فيها مشكله، لكن بتسمع في كتفه. الرقبه الم في الرقبه رهيب جدا، وكهرباء شغاله على الجنبين، ويمسك في النص كده ما بين الكتاف ويبدا يسمع في العضله وينزل في الايد والدراع. الحقيقه بيبقى عامل زي الكهرباء بالظبط. هي في البدايه بتبقى لسعات كهرباء، شوك كهرباء جامد، او تنميل، او خدلان، او فقدان في الاحساس، او ضعف الاحساس. يقول لك زي ما يكون واخد، عارف الابره بتاعت اللي بتاخد بنجر بتاخد عشان تسكن العصب ده، بتعمل كده، بتنمل وخدلان ومش حاسس بايديه، فيهم بيتعوروا، ايديهم بتتقطع، ما يحسش بيها. هنذهب بقى للفقره الثانيه. والله لسه فاكر المخ والاعصاب متهم. وما تنساش اللي مر عليه مش هينساه. طبعا انا شرحته سنين، هو كان جزء من البطنه. هو جزء من البطن. المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ السؤال ده سؤال مهم، وهيفتح زي ما بيقول بوابة كبيرة جدا من اللغط. من يقوم بإجراء جراحات
الغضروف العنق المتعددة بالأسلوب التقليدي وليس بالطريقة الحديثة، هل هو متهم أم جاني أم بريء؟ لا طبعا متهم، مش جاني. هقول لك لا خليه جاني بقى، لأنه فعلا جاني حقيقة. يعني أنا أتهم في الأول إن أنت مقصر يعني، بس ساعات في بعض الحالات ما تنفعش معاهم الطرق الحديثة يعني، في بعض، وده خاصة بقى بالبريد يعني. أنا بعمل طريقة جراحات عادية، في بعض الجراحات العادية زي مثلا توسيع القناة العصبية من الخلف يعني، في دي ما زلنا بنعملها، بس ده لأن الحالة تستوجب كده، ما عادش ينفع نعمل الحديثة. فلو هي دي القصة إن أنا بعمل التوسيع من الخلف لأن اللي من الأمام ما عادش ينفع، لا ده مش هيبقى جاني ولا متهم، ده هو ده طبعا اختار الاختيار المظبوط. لكن لو هي دي الطريقة الوحيدة اللي بيعالج بيها ويقول لك ده انا بعمل كل عملياتي من ورا والنتائج بتاعتي زي الفل، لا ده كلام طبعا مش مظبوط تمام. لان مثلا هنا شوف حضرتك، دي طريقه اللي هي ايه، توسيع قناه العصبيه من الخلف. العمليه دي كانت زمان هي العمليه الوحيده اللي كانت بتعمل انزلاق الغضروف العنقي، كان يجي كده ويحاول بقى يجيب الغضروف من ورا. عارف انت اول حاجه بتقابلك لما بنشيل ده ايه؟ الحبل الشوكي. فهو كان زمان كده، انا حضرت هذا الكلام وشفت بعض الاساتذه كانوا يعمل ايه، يجيب حاجه زي اسمها سباتولا كده، يبدا او مبعد جراحي يبدا يزق الحبل الشوكي كده عشان اوصل لغضروف. كان ينجح نجاحا باهرا ان يجيب الغضروف، نطلع لنا العيان مشلول. كل مره نشد الحبل الشوكي كل مره كان يطلع العيان ما بيتحركش قصه، وكنا نقعد بقى نشيل بقى ليله. الكلام ده كان من مده طويله جدا. فطبعا من ورا انت تعمل توسيع ومالكش دعوه بالغضروف، الغضروف ولا تيجي جنبه، ده التطوير بتاعها يعني، الغضروف ما تجيش جنبه. لو انا هعملها كده من ورا لسبب ما بتتعمل بطريقه معينه، نبدا نشيل، شايف الاصفر ده اللي ورا دي الاخشاب اللي بتحيط بالحبل الشوكي، انا مش شايف غضاريف، الغضاريف بشوفها من قدام، الغضاريف اماميه من قدام يعني، بعد القصبه لو هي المريء بشوف الغضاريف قدام. لكن ده لو هو دي الطريقه المعتاده لا ده انت ده تبقى جاني تماما. لكن اذا كانت الحاله تستدعي ده لا طبعا، يبقى انت عملت الحاجه العلميه المظبوطه. في افكار كتير قد تصل الى مرحله الوهم، وممكن ذكرها يصيب السامع ليها المحترف بالضحك الشديد. هنذهب الى سرد الوهم ونشوف الشك ونشوف اليقين. وهم، شك ام يقين؟ ناس كتير بتفكر انه الغضروف المتعدد العنقي يمكن ان يعود مرة اخرى بعد اجراء جراحة له، هل هذا كلام وهم ولا شك ولا يقين؟ لا هو ده وهم يعني، هو ده وهم النهاردة. لان الحقيقة لو بنتكلم بمنطق، انت عملت غضروف، هو احنا بنعمله ازاي؟ هي دي القضية بقى. لو الغضروف بيتعمل زي ما في بعض الناس يعمل غضروف انه يفضل جزء منه ويحط بعض العظم بيتاخد من الحوض او من جسم بني ادم، من عظمه الفخذ او حاجه، ويركب العظم وعمل ده، ده ده طبعا فشل يعني، هيريحني النهارده لكن بكره العظم ده هيتاكل، يحصل كولابس، الفخرات دي هتتضغط وتقفل على نفسها تاني، تضغط على العصب تاني، رجعنا لما هو أسوأ من الاول الحقيقه. وده بيدي فيري باد اكسبيرينس ان واحد عمل عمليه واتدهور بعد العمليه. لكن لما بتيجي تركب البدائل الغضروفيه اللي هي بتركب الحقيقه النهارده رائعه، لان هي كلها الامريكان بيسموها حاجه جميله جدا، بيسموها سبيسر. سبيسر يعني بيدي مسافه او بيحافظ على المسافه يعني، ادي فقره وادي فقره، المسافه اللي في النص دي هي دي اهم في الموضوع بقى، حافظ عليها بايه بقى؟ اي تركيبه شفنا منها حاجات، شفنا السوستر اللي بتقفل، شفنا الشريحه، شفنا الشريحه الثابته، شفنا الشريحه المتحركه، شفنا الغضروف البروديسك اللي هو بيركب ومن اجزاء، حافظ على المسافه. ده من الحاجات اللي هي جميله جدا، انا شخصيا مؤمن بيه جدا ده يعني، اللي هو الغضروف اللي بنسميه بديل غضروف الاكريليك، يتميز انه قوي جدا، الماده بتاعته قريبه جدا من تركيب العظم بتاعنا وما بتتفاعلش مع جسمنا، وما بحتاجش افتح واخد له عظم من اي حته في جسمنا. الحاجه الثانيه ايكونوميك جدا واقتصادي جدا في تكلفته، لان احنا عندنا في حاجات بتبقى مكلفه جدا وغاليه، ودايما احنا يعني في شغلنا بنراعي الحاله الاقتصاديه لبلدنا والحاله الاقتصاديه للمريض بتاعنا، واخد بال حضرتك، وعايز اعمل له حاجه كويسه، لقينا ده حلو قوي الحقيقه، بيجيب نتائج كويسه جدا. وله طريقه، انا فتحت وشلت الغضروف، فضيته وشلت الزوايد العظميه بالطرق الدريل والليزر والكلام ده كله، شلت العظم الزياده، ابدا اركب البديل الغضروف، اخد المقاس بتاعه وتلاقي، شوف ده الرف بقى زي ما بنقول الشلف اللي هو عليه اكتر من 70 80 غضروف قدامي لهم مقاسات مختلفه.
انا اقيس وانا جوه اوضه العمليات، ما ينفعش اقول لك المقاس وانا قبل العمليه بالاشعه. ممكن اتخدع في ملي، عارف ملي يعني 1/10 سم في الارتفاع او في العرض او في العمق. الملي ده ممكن يدي نتائج مختلفه تماما. لو الملي ده دخل زياده جوه ممكن يلبس العصب، يطلع العيان عنده نار في ايديه ايده ما بتختفيش. انا سعدت جدا بهذه الزياره الرائعه، وكالعاده يعني انت يعني اضفت لنا الكثير بتواجدك معانا، والحمد لله احنا وصلنا للمستوى الاكاديمي في مؤسسة القاهرة والناس عموما التي تسمح لنا بطرح المناحي العلمية بأريحية تامة جدا اعتمادا على وجود ضيوف مثل إقامتك. أهلا بك دائما في الناس الحلوة. الخيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق ويلي كان ضيفي العزيز في الناس الحلوة في واحدة من أشرس وأهم المواضيع وأكثرها دقة وأكثرها أيضا دراما. أصعب أن واحد يعني نقول له أنت مش هتقدر مثلا تتحرك، وما أجمل الألم عندما يوجد حلول، ولكن في الاخر اهم من كل ده والمهم ليكم كلكم تحافظوا على رقبتكم الله يخليكم، لان الرقبه زي ما انا قلت لكم بتتلكك. الرقبه هي طبيعتها كده بتتلكك، هي يعني زي ما بيقولوا ايه بيقولوا عليها ايه قطها قطها يقولوا عليها قطها ايه قطها جمل قطها جمل صح كده. خليكم دايما مع الناس الحلوه. لما حد يقول لي انه مقتنع انه السنه اللي وقع من جوه بقه دي ما ينفعش فيها زراعه لان بقى لها سنين طويله مفقود، اذا المريض ده انت حاولت ان انت تابروتش او تقرب انك انت تعمل له تركيبات، هي الاسنان هتاخد التركيبات وتنزل. عمرك ما يحصل لك الموقف اللي كان بيحصل لنا زمان مع الزرعات الثانيه، انك تلاقي جزء من اللثه رجعت عن الزرعه والحفه الرمادي او الحفه الفضي بتاعت الزرعه ابتدت تبان، ويبقى عندك فيه خط فوق الطربوش. في فرق شاسع دلوقتي ما بين الشكل البني آدم قبل ما يزرع وشكل البني آدم بعد ما زرع. زراعة الأسنان تكنولوجيا لا تقبل المفاوضة. احنا دايما بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. ده كله فن، دي ناس اشتغلت في الحاله دي عشان تطلع النتائج. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. طبعا اسم كبير حمل على عاتقه مستوى ثقافي معين في طب الأسنان لم يتنازل عن انه ينقل الفكر الأكاديمي كأستاذ في كلية طب الأسنان الى ايضا الأكاديمية الناس الحلوة والدكتور، فتعب جدا عشان يوصل لهذه النقطة، نقطة الجمع بين العلم والتبسيط، العلم التفصيلي والتبسيط المناسب للمشاهد. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أهلا بك يا دكتور شادي. تعبت والله، أنت تعبت جامد. كنت دايما أقعد أقول لدكتور شادي الكلام ده صعب، الكلام في حلقات في حلقات جبارة. هي يعني هو في الآخر أنا برضو بعتبر إن التثقيف زي ما حضرتك بتقول للمرضى وللعامة جزء من رسالتنا برضو كأعضاء التدريس، إن زي ما بنثقف الطلبة وزي ما بنعلم الدكاترة الصغيرين إن هو إزاي يعالج المريض، لازم برضو جزء من الرسالة إن إحنا نعلم المريض إزاي يتعالج بشكل مظبوط وإزاي ياخد حقه وإزاي إيه الطرق الحديثة اللي تخليه إن هو يقدم على العلاج ويعرف إن الموضوع بقى بسيط. وزي ما أنا صبرت لغاية لما خليت كل الموجودين معظمهم مع أعضاء التدريس. أعضاء التدريس ودي شيء محترم بالظبط. في كل التخصصات. إن شاء الله كله يبقى كده. إن شاء الله كله هيبقى كده، بس كله هيكون أبيض ولا أسود ولا رمادي، هو ده السؤال المهم في الأبيض والأسود والرمادي. أبيض، أسود، أم رمادي؟ التقنيات والأجهزة
نقلت الزراعة نقلة كبيرة لغاية لما وصلتها الزراعة زراعة الأسنان إلى أنها تكون في قمة التخصصات المرتبطة بيكم. عبد الدكتور رمادي أنا حسيت الوهلة رغم من بداية السؤال اللي قلت هيبقى أبيض لكن رمادي ليه؟ رمادي لأن الحقيقة هو ما نقدرش نقول حاجة في القمة. هو فريق عمل ومجموعة من التخصصات والحقيقة كل يعني الكمبيوتر لو جينا نتكلم على الكمبيوتر مثلا خدم في الأشعة المقطعية اللي خدمت كل التخصصات تقريبا بتاعت الأسنان سواء علاج الجذور سواء الزراعة سواء التركيبات سواء علاج اللثة كل ده خدم بالأشعة المقطعية. الميكروسكوب الجراحي خدم في التركيبات في القشرة التجميلية في علاج الجذور في الزراعة. الكمبيوتر طبعا والإفكت الرهيب بتاعه على شغل الكمبيوتر دلوقتي بقى حتى في التقويم بقى في التركيبات المتحركة يمكن دول حاجتين جداد جدا ما كانوش فيهم قبل كده كمبيوتر. وكان لما يجي لي أنا كان بيجي لي مرضى يمكن من سنة بالظبط يعني مش من وقت كبير سنة جالي مريض بيقول أنا عايز أعمل طقم متحرك بالكمبيوتر. قلت له حضرتك بتطلب طلب غريب قوي يعني حضرتك اللطقم المتحركة بتتعمل في المعمل إنما التركيبات الثابتة والترابيش هي بتتعمل بالكمبيوتر. دلوقتي النهاردة الكمبيوتر بيطبع الطقم يعني بنصور برضو اللثة وبيطبع الطقم فسبحان الله حتى المريض بيحلم بيه احنا ما كناش متخيلينه بنلاقيه يعني فالتكنولوجيا ما بتخرج دور كبير. طيب السؤال القادم سؤال برضو يعني مربك شوي. زراعة الأسنان الواقع بتاعها انها وسيلة تجميدية بس تعطي نتائج دائمة ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ طبعا ابيض لان هي برضو لما بس يعني في دواعيها يعني لما يكون مثلا حد عنده سنة مفقودة فاذا هو بيفقد الشكل الابتسامة الجميل بتاعه بيفقد العضة بيفقد السبورت بتاع العضلات والوش ويمكن كان في احد الحالات اللي كان فيها فعلا عنده مشكلة ان هو عنده اسنان فيها مشاكل كلها اول ما تبص على شكل الفحص الاكلينيكي بتاعه تلاقي ان الاسنان فيها تخلخل في كمية جير كبيرة في اسنان مفقودة فتلاقي ان المريض نفسه في طبعا كوبري معمول المعدن اللي متغطي ببورسلين ده وشكله قاد جدا لما تبص الوهلة الاولى طب هل ده ينفع له علاج لسة ولا ينفع له ممكن دي حالة التركيبات. من الحالات المهمة جدا يعني حالة سكر دي كمان حالة سكر بالضبط. فالمريض انت لما تبص من غير اشعة مقطعية كده تبص تقول ايه طب نفكر هل نعمل له علاج لسة الاول وتركيبات ولا نعمل له خلع وزراعة لبعض الاسنان. نيجي بعد كده ننتقل للمرحلة الاهم وهي مرحلة الفحص بالاشعة المقطعية. يعني هو عنده هنا جنب كامل فهوش اسنان وجنب فيه درسين لوحدهم وبعدين الكوبري اللي هو عامله ده وبعدين اربع قواطع كده او ثلاث قواطع هناك كويس. فبرضو الفك السفلي المجموعة الامامية اللي موجودة وعندي فيه درسين ضواحك ودروس. فلما تبص كده تقول ايه يعني الحالة دي ممكن تمشي تركيبات واحط لي مثلا زرعتين ورا وفوق مثلا احط لي برضو زرعتين وتمشي تركيبات وعلاج لسة وعلاج جذور والكلام ده كله. بس تيجي تبص بقى للجانب الاخر اللي هو الجانب بتاع الاشعة المقطعية تلاقي ان الاشعة المقطعية بتاع الحالة تلاقي ان العظم بتاع حوالين الاسنان الالفيولار بون حوالين الاسنان كله متآكل تماما. السنان مفيش مثلا غير ملي ولا 2 ملي من الجدر هو اللي جوه عظم الباقي في الهواء. فاذا المريض ده انت لو حاولت ان انت تابروتش او تقرب انك انت تعمل له تركيبات هي الاسنان هتاخد التركيبات وتنزل حمل زايد مفيش مفيش سبورت مفيش سناده او حاجه سانده من العظم. فالمريض في الحاله دي طب حضرتك اتعرض عليك الاوبشن بتاع الخلع قال لك اتعرض عليا بدل المره 100 وانا رفضته ليه؟ اولا انا اسناني همشي فاضي ازاي؟ انا مستحيل همشي فاضي. ثانيا انا طالما ازاي منين يا دكتور بتقول العظم متاكل ومنين بتقول لي هزرع لك؟ طب هتزرع فين؟ فيجي هنا دور ان انت اولا التخطيط والتخطيط عن طريق الاشعه المقطعيه وان انا هحط اسنان حجمها عامل ازاي ودور الزرعات اللي هي الحديثه.
فيمكن هنتكلم ثرو اوت الحلقه عن مراحل العلاج بتاعه الحاله دي، وازاي قد ايه فعلا هي حاله مؤثره جدا في تفكيرنا احنا عن الزراعه، وفي الفكر بتاعنا بتغير فكرنا تماما عن الزراعه. طب تعالى نروح مع بعض للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ السؤال الاول سؤال يعني خبيث. من يتعامل مع حالات زراعه الفك بالكامل على انها حالات سهله، او على انها حالات صحراء هبني فيها زي ما انا عايز، مفيش بقى اسنان جنبي ولا بتاع، احط بقى يا عم ايه وان شاء الله ده يسند ده وده يشيل ده وخلاص، وما تحتاجش لا المهاره ولا الدقه شديده جدا، لانه اي شيء العين هيقابله او هيتقبله، لانه اساسا زي ما انا قلت لك هي صحراء واحنا بنزرع فيها. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ متهم. هو في الاخر لما هزرع في صحراء، هبني في صحراء بشكل عشوائي، هطلع بايه؟ مساكن شعبيه. والله في ناس فعلا تحس ان هو الزراعات مساكن شعبيه. مساكن شعبيه بس طالعه كده، غير المساكن الشعبيه اللي غنى لها الرائع محمد منير. بس كانت دمها خفيف. اغنيه منير حلوه، لكن هنا مساكن شعبيه بجد. مساكن شعبيه مش تلاقي هنا سن طالعه كده وزرعه طالعه كده وزرعه وعضه. دي عشوائيات يعني، مش مساكن شعبيه. عشوائيه بالظبط. تلاقي هنا عض. انا جالي في مره حاجه تضحك جدا، طبعا هي مأساة، بس يعني هي انا مش متخيل الدكتور ازاي طلع. جالي احد المرضى بيقول لي انا زارع، كان زارع الفكين، فك علوي فك سفلي، وبعدين فوجئت ان الفك العلوي شكله كويس لوحده، الفك السفلي شكله كويس لوحده، بس كل واحد لوحده، ده ملوش دعوه بده. يعني تيجي تلاقي ده لامس ده كده هنا، وكل الفك ده فاتح من هنا، وفي كل الفك ده فاتح من هنا، وفي مسافه مثلا بتاع نص متر. على ابداعات، ابداعات في ابداعات، عشوائيات عشوائيات في ابداعات. انا ساعات يعني بشوف يعني ماشي، تعالى شوف السؤال. لا والله بشوف حاجات في في في, في الشغل، لا تخوف يعني، تخوف جدا. هو دكتور ايمن، هقول لحضرتك على حاجه. الناس في الـ في الـ في الـ في التحميل بالذات، احنا يعني احنا مش بنتكلم في التحميل الدائم، احنا بنتكلم، انا بكلم حضرتك ان المرحله من الدلع اللي احنا دلعنا فيها المرضى بتوعنا، ان المريض جاي بيقول لي مش همشي فاضي، فقدرنا ان احنا نمشيه باسنان، مش نمشيه فاضي، نمشيه باسنان في نفس اليوم. يمكن الحاله اللي لسه بنتكلم عليها دي بعد ما عملنا له التخطيط، وعملنا له 9 زرعات فوق، وعملنا له 6 زرعات تحت، ابتدينا ان احنا ادي ده منظر الزرعات وهي محطوطه في الفم. فببتدي ان انا عايز الزق له بقى تركيب، ابتدي اخد اصور واعمل له تصميم للفكين ده، انا بقوم محمل من 9 4، اعمل له تصميم واقوم عامل له فك او اسنان بالجزء اللثوي بتاعها صناعي من ماده بي ام ام اي، دي نوع من انواع البلاستيك. ادي التصميم اهو، بنصمم الاسنان باللثه في الفك العلوي، والاسنان باللثه في الفك السفلي. كويس. كل ده ايه وهو يعني لسه زارع حضرتك من 5 دقائق. هو صور بعد ما زرع وخد بعضه وانتظر في الصاله شويه، اتعمل له التصميم، اتعملت اتركبت التيوبس دي على ال4 زرعات، اتعمل الطقم اللي فيه التيوبس ده كويس، اتخرط، اتحضر، اتلزق. المريض بقى عنده، بدل ما كان عنده يعني، ممكن لو نقدر نجيب صوره قبل مع صوره المؤقت، ده المؤقت، صورة قبل مع صورة المؤقت هتفرق قوي. المريض كان داخل بسنان شكلها وحش جدا، مش عارف ياكل عليها، متلخلخه، خايف يضغط عليها، عماله تطلع بكتيريا وتطلع بلاوي وتنزلها في المعده، طلع باسنان متظبطه تمام، 9 زرعات فوق، 6 زرعات تحت، 12 سنه فوق و12 سنه تحت، الدنيا تمام. نقول له بس ايه، كل سوفت فود 6 اسابيع، اكل كل تقدر تقطعه بظهر الشوكه 6 اسابيع، مكرونات بشاميل، اضرب اللحمه والفراخ في الخلاط، يعني فراخ خفيفه كده اللي هي سوفت قوي، 6 اسابيع، ارانب، ارانب بتبقى خفيفه بالظبط، شهر ونص. بعد كده نبتدي يعني، قال لي لا انا بص يا دكتور، كان قال لي انا عايز السنان بتاعتي ايه لونها مصفر، وعايزها شكلها يبان انها مش منتظمه قوي، يعني تعبر عن سنه، يعني تعبر عن السن، هو كان 63 سنه. فعملنا التصميم بالشكل ده ووريناه له، وكان مبسوط جدا في اول ما عملناه. جه بعد كده شوف بقى ايه، يعني هو واخد عضه مظبوطه، تصميم ابتسامه مظبوط بمؤقت في نفس اليوم. فجه بعديها قال لي انت
طب ما انا الناس تعودت على اسنان بقى، طب ما يقولوا جنب السنان، طب ما تيجي نعمل الباقي مرصوص حلو على في الاسنان، على القمر، على القمر طبعا. طيب طيب طيب، تحب نروح للوهم بقى؟ يلا، عشان ده مهم قوي، لان هو الحلقه بدايتها كانت افكار وهميه او شكيه، شك يعني وهم وشك ويقين. وهم شك ام يقين؟ السؤال الاولاني ده يحتاج حلقه لوحده، بس سؤال حلو وشيك وجميل وفيه فن كبير. الزراعه اقوى واحسن في حالات الفم بالكامل اللي ما فيهوش سنان اكتر، او فم بكامل يعني، اكتر من التركيبات المتحركه. طبعا يعني هي ابيض طبعا. طبعا ابيض، طبعا ابيض. هو ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا لا لا، ده يقين. يقين يقين ابيض يعني. ماشي ماشي. الحقيقه طبعا التركيبات المتحركه، هي في ناس كتيره جدا بتحب التركيبات المتحركه، ولكن النهارده لو جينا بصينا يمكن معانا نفس الحاله بتاعتنا. ده الراجل بقى بعد ما عملنا له الدايم بتاعه، التركيبات المتحركه المقصود بيها يعني الطقم، الطقم المتحرك اللي هو الكلاسيك القديم، الكلاسيك القديم. فهنا النهارده انا وصلنا بالراجل اهو ما شاء الله من اسنان ما فيش خالص للفك، لفكين جمال جدا، لسع جميله جدا، اسنان ثابته. اولا الطقم المتحرك انا بفقد سوتس قوه العض. ليه؟ من خوفي من وقوعه. ما انا النهارده لو انا عايز اكل، الضغط ده لو ضغطت جامد هيضغط على اللثه وهيبقى فيه وجع، فبالتالي انا مش هقدر اضغط اكتر من سوتس العضه الطبيعيه. فبتفقد العضله واحده، بتبقى من واحد خمسة على ستة من قوه، فبتبقى قوه العضه للسوتس. لما بتيجي تعمل زرعات وتركيبات بترجع لقوه العضه الطبيعيه واحيانا اقوى. انا هختم بحاجه هتجاوبني ومش هتعلق، هتجاوبني بس بالكلمه. المهاره هي رقم واحد، الجهاز is not the machine, it is the man behind the machine. دي كلمتي دي. انا شاورت لك، انا مش انا باخد الجمل بس مش حرام. بروح قايل دي بتاع الفلان، في غير بيقلد تقليد اعمى ويقول لك نورتني وسعدتني وكل سنه وانت طيب. ربنا يخليك. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي الحسين كالعاده مبدع وكالعاده في الناس الحلوه، خليكم دايما مع الناس الحلوه. انسان من تخصص، بالاضافه الى كونه جراح قلب كبير المقام، هو مهموم جدا بقضايا وطن. الناس اللي بتشتغل جراحه قلب اطفال دول ملائكه التشخيص والعلاج للمشاكل المرضيه اكثر صعوبه، شريان الاورطه لازم تساعدنا الشعب على كل العلوم الخلقيه، عدد الالاف شريان المسؤول. ناس كتير جدا في مصر ما تعرفش ما ستقوم به هذه الاكاديميه الهامه. الاطفال بنتعامل مع كل العيوب الخلقيه اللي هي بيتولدوا بيها. قدامنا وقت بيبقى قليل جدا. موجود معانا الناس بتاع التدخل في الشرايين الدماغ اثناء السكته الدماغيه الحاده. اسم الطوارئ مفتوح 24 ساعه بحيث ان احنا نمنع حدوث التلف بتاع خلايا المخ. حضرتك قلت لي احنا بنشتغل ب يعني نسبه حوالي 30%. وعندنا الفرصه ان احنا نوصل ل 100% من الكباستي. احنا دلوقتي في مرحله الاعتماد على النفس. الجراحات اللي هي التدخل المحدود بيساعدنا في ان احنا نساعد الجزء ده هو من المجتمع على ان هو يعيش حياته بعد كده بصوره طبيعيه. العيادات عندنا بيقوم بيها الاستشاريين او الاعضاء هيئه التدريس نفسيه. احنا بنتكلم على صفوه جراحين القلب الاكثر مهاره في العالم العربي كله. احنا بندور رقبتنا بكل الاشكال. احنا اللي بننام في العربيات، يعني كلنا بتنام ازاي في العربيه؟ عندك حاجه تقي الرقبه وانت نايم بحيث انها تسبورت؟ لا ما عنديش.